صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبدالصبر. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة 25 إبريل 2023. يمكن الحدث الأعظم أو الحدث اللي بيشغل بال كل، مش بس المصريين، بيشغل بال العالم كله والمتابع والمهتم بالشأن الدولي والإقليمي، وتحديدا في مصر يمكن هو متابعة مختلفة لأنه متعلق بحدودنا مع دولة السودان الشقيقة، لأن في أحداث بتدور هامة جدا في محيطنا الإقليمي. الأحداث دي بتأكد حجم المخاطر الأمنية والتحديات اللي بتواجه الأمن القومي المصري، خاصة مع الأوضاع الحالية في السودان والأحداث اللي بنشوفها، اللي يمكن انطلقت منذ تقريبا 10 أيام، نتكلم في يوم 14 إبريل. الاشتباكات دي هي اشتباكات ما بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع، ده بالتأكيد بيعكس حجم مخاطر كبيرة على أمننا القومي. علشان كده الدولة المصرية يعني لديها حرص كبير على حماية حدودها الجنوبية والحفاظ كمان يا منة على أمنها القومي اللي بيعتبر امتداد للأمن الداخلي المصري. أكيد طبعا يا أحمد، القصة مش بس في السودان، كمان عندنا مخاطر في الاتجاه الغربي في ليبيا، وده طبعا بسبب حالة عدم الاستقرار الموجودة هناك. عشان كده في حرص من الدولة المصرية على أنها تأمن اتجاهاتها وحدودها وتحافظ على أمنها القومي من غير ما تتدخل في شؤون الدول، وهو دي الثوابت الثابتة اللي بتتعامل بيها الدولة المصرية تجاه علاقتها مع دول الإقليم، وهو برضو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وعشان كده مع بداية التوترات في السودان، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها صراحة، ما يحدث في السودان هو شأن داخلي. يمكن تكلمتي في حاجة مهمة جدا، وهي فكرة الوقوف على الحياد دائما وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ويمكن هو ده النهج والدبلوماسية المصرية الخارجية اللي انتهجتها مصر تحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن علشان كده من اليوم الأول من هذه النزاعات مصر كانت دايما واقفة على الحياد وبتدعو للهدنة من ما بين الطرفين تحديدا. وبمناسبة يعني ما يحدث في السودان، مهم جدا ان احنا نتكلم كمان عن الجهود العظيمة للدولة المصرية في تأمين عودة الجالية المصرية من السودان. لحد دلوقتي بنتكلم تقريبا على وصول 904 مواطن منذ بدء خطة الإجلاء، بنتكلم على إجلاء 134 مواطن كمان مصري عبر الإجلاء الجوي، و 334 آخرين عبر الإجلاء البحري. وده موقف بيعكس قد إيه الدولة المصرية بتحافظ على ولادها وبتهتم بكل مواطن مصري في الداخل وفي الخارج كمان، لأن الدولة المصرية هي السند للمواطن في أي مكان، وإن دايما الدولة المصرية يعني ما بتشوف إن أمن المواطن المصري داخليا وخارجيا هو خط أحمر يمنه. أكيد إجلاء المصريين من السودان وتوفير ممر آمن ليهم ده موضوع محتاج خطة محكمة، وتكون كمان الخطة دي آمنة علشان نضمن سلامة عملية الإجلاء، وده في وسط الأحداث والاشتباكات اللي بتحصل هناك.
عشان كده الجهات المعنية بتقوم بدور غاية في الاحترافية مع تنسيق على أعلى مستوى مع السلطات السودانية وداخليا بينها وبين بعض لتأمين خروج المصريين من السودان ووصولهم للقاهرة. ده بيقول ببساطة إن أغلى ما تملكه مصر هو المواطن المصري اللي بيحمل جنسيتها، وده اللي علشانه هو بس الكل بيتحرك، وعشانه بس الكل بيشتغل عشان يأمن سلامته. عشان كده احنا بنصبح على حضراتكم ونتمنى وصولهم دايما بالسلامة. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي الأول بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها وزارة الداخلية نظمت قافلة لحي الأسمرات في منطقة المقطم بالقاهرة، وده علشان توزع عبوات كحك على الأهالي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وده ضمن مبادرة كلنا واحد اللي بيتم تنفيذها تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لسه مظاهر الاحتفال بالعيد موجودة منا، لأن المتحف المصري بوسط البلد تحديدا شهد إقبال كبير من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك. لو رحنا كمان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هنلاقي أن هي نشرت بالأمس تقرير عن الإنجازات والمشروعات التنموية العملاقة اللي بتتم على أرض الفيروز. خلونا نشوف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن وزارة الداخلية نظمت قافلة لحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، وتم توزيع عبوات كعك على الأهالي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وده لاقى قبول واستحسان من المواطنين اللي أشادوا بالدور المجتمعي لوزارة الداخلية. وبتأتي القافلة دي في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية اللي بتهدف لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. امبارح أعلن المتحف المصري بالتحرير إنه شهد إقبال كبير من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك والأجازات، ده بجانب إن المتحف بيستعد لموسم السياحة الصيفية وزيادة عدد السائحين الأجانب، بالإضافة لموسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات واللي هيتم فيها تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة ليهم في كافة المجالات. امبارح أكدت هيئة قصور الثقافة إنه كان في إقبال كبير خلال أيام العيد على عروض سينما الشعب اللي بتقدم خلالها الهيئة أفلام موسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور في 17 محافظة، وتجاوز إجمالي الإيرادات 500,000 جنيه، وده بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور السينمائي من الأسر المصرية لقاعات العرض السينمائي. امبارح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قالت إن سينا تعتبر أحد أهم المواقع اللي بتعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المنشودة داخل شبه جزيرة سينا، مع توفير فرص العمل للشباب السيناوي فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية من شأنها تحقيق هذه التنمية، وده من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمناطق الواقعة ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء. وأكدت الهيئة تحقيق إنجازات وتنمية كبيرة على أرض الفيروز. طيب نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي دايماً بيكون فيها أخبار وموضوعات غاية في الأهمية حصلت في العديد من المحافظات، اللي يمكن منها توريد أكثر من 273 طن قمح في أول أيام التوريد بصوامع بنها في الأليوبية، كمان تحليق 67 رحلة بالون طائر على متنها 1600 سائح، ده في محافظة الأقصر. يمكن في ظل بقى الاحتفالات بالعيد برضو، يعني البالون الطائر والسياح اكيد بيحتفلوا معانا بالعيد يا من. اكيد. خلينا بقى نروح للوادي الجديد اللي فيه تم تنفيذ 20 مشروع للاستزراع السمكي في الوادي الجديد، وده لتوفير المنتجات السمكيه باسعار منخفضه، وكمان مراكز الشباب في سوهاج استقبلت 170 الف شاب خلال فعاليات مبادره العيد احلى. اخبار ثانيه وتفاصيل ثانيه خلينا نعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الأليوبية اللي تم فيها توريد 273.5 طن قمح خلال أول أيام توريد المحصول الاستراتيجي بصوامع الغلال ببنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي،
وده بعد تجهيز 11 موقع ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح. في الأقصر تم إطلاق رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية. امبارح كان في 67 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وده وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية. في شمال سيناء هتبدأ النهاردة احتفالات العيد القومي للمحافظة بمدينة العريش بتقديم عزف للموسيقى العسكرية ووضع الزهور على النصب التذكاري، بعدها تتوالى الاحتفالات بميدان المالح وتنتهي بميدان الشهداء بحي المساعيد. كمان الاحتفالات هتتضمن انطلاق سباق الهجن بالكيلو 17 غرب العريش يومي 26 و27 إبريل الجاري. في بورسعيد تم بدء موسم توريد القمح في الشون والصوامع مع تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات اللي بتعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة. في المنيا تم تقديم الخدمات الصحية ل 13480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وده على مدار شهر مارس الماضي. المبادرة بتشمل تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصاً على سلامة وصحة المواطنين. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة أنه تم تنفيذ أكثر من 20 مشروع للاستزراع السمكي بمختلف المراكز لدعم بدائل اللحوم بالمحافظة وتوفير الأسماك بصفة دائمة بأسعار مخفضة وعرضها للجمهور. في سوهاج أكدت مديرية الشباب والرياضة أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالمحافظة شهدت إقبال جماهيري كبير، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة بسوهاج أكثر من 170 ألف من النشء والشباب والرواد. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية كلامنا في صباح الخير يا مصر المستمر معاكم حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، إنما شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 29 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 29-17، اسكندرية 27-17، العالمين الجديدة 26-16، مطروح 26-16، دمياط 24-15، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 29-18، السويس العظمى فيها 29 والصغرى 18، العريش 25-15، كاترين 24-10، طابة 27-20، حلايب 28-22، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 31-23، الغردقة 31-21، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 17، بني سويف 31-15، الوادي الجديد 34-22، أسيوط 33-16، سوهاج 34-17، قنا 35-21، الأقصر 35-21، أخيرا أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. مشكورك يا لاميا، وأعتقد يعني 29-18 القاهرة، فالجو هيكون لطيف برضو النهاردة يعني. خلي بالك هتبقى كلمة مائل دي موجودة معاك في كل حاجة، يعني الصبح بدري مائل للبرودة، باقي النهار مائل للحرارة، هو الربيع، بالليل خلي معاك جاكيت بس. حاضر، أسمع الكلام. اسمع الكلام. شكرا ليك يا لاميا. ودلوقتي جمعتنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجامعة حلوان بتواصل تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، واللي بتهدف لتنمية القدرات والمهارات،
وأغلب الدورات دي بتقام بنظام الأونلاين عبر أبليكيشن تايمز وزوم، وبيقام البعض منها حضورياً داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية. النهاردة هتعقد الرابطة الإفريقية لكرة السلة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الإفريقية اللي هتقام بمصر في الفترة من 26 إبريل ولحد 5 مايو المقبل بمشاركة الأهلي. المؤتمر هيعقد في صالة حسن مصطفى بأكتوبر حيث إقامة المباريات، وبيعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة. هيلتقي وولفرهامبتون مع كريستال بالاس الساعة 8:30 بالليل، 9:15 هيلتقي أستون فيلا مع فولهام، ومباراة ليدز يونايتد مع ليستر سيتي هتكون الساعة 9 بالليل. يعني كلنا اتفرجنا على دراما رمضان اللي من بينها طبعا يعني جعفر العمدة، وشفنا نعيم الصاحب الجدع. ده خلانا نسأل سؤال، ايه هو الصاحب الجدع او مفهوم الصاحب الجدع اللي لما بتحتاجه بتلاقيه ودايما بيكون واقف في ظهرك وسند ليك، ويعني ليه صفات تانية كتير زي ما شفنا كده. يعني عصام السقا في دور نعيم اعتقد كان صاحب جدع يا منى. انا اعرف الصحاب الجدعان هنا في صباح الخير، عيلتي هنا في صباح الخير هي دي صحابي الجدعان. الله يبارك لك كده برضه. كاميرتنا في صباح الخير نزلت الشارع وسالنا عن مين هو الصاحب الجدع وصفاته، تعالوا مع بعض نشوف الناس قالت ايه. صاحب الجدع ده عمره ما هيتعود. وانا عندي صاحبي واخويا وحبيبي، يعني هو مش صاحب، هو اخويا فعلا، ضياء عبد الناصر، ده ظهري، ده عندي في الدنيا بعد ربنا. هو انا ما عنديش حد زي نعيم، بس لو عندي حد اكيد يعني هدي له عيني، يعني ما فيش حد بيضحي عشان حد بالطريقه دي. والله هو انا ماليش، بس لو ليا اكيد انا اول واحده هبقى معاها في اي ازمه قبل اهلها. انا عندي اللي احسن منه، عشره عمري، اخويا ورقه، يعني ده بيقف معايا في اي حاجه، حزن قبل فرح بيقف معايا. الصاحب ما بيتعوضش، اي حاجه في الدنيا تتعوض، تعمل معاه بكل صدق واخلاص، انسان انسي يعني، ده انسان ما يسابش. والله انا كان ليا صاحب جاري في الشغل معايا، يعني احنا وهو اكتر من اخوات، اول واحد معاهم ولازم اقف جنبيهم زي ما وقفوا جنبي. انا كان ليا واحد صاحبي، فكنت في ضيقه وكده، ان انا كان في مشاكل عائليه، فبصراحه ربنا لقيته حد واقف معايا وقفه حلوه. يعني انا ليا صاحب والله كان كويس وانسان محترم قوي، واقف معايا في شدتي وما كانش بيسيبني ابدا. والله يعني اكيد هكون بحبها جدا لو حد زيه هنبقى بيست. ده انسان، ده الصديق الحق اللي بيقف مع صديقه وقت الشده. اقول له انا متشكر على صحبتك وانت انسان محترم جدا جدا جدا. ممكن يبقوا اخواتي بدل اصحابي، احب اقول لهم ربنا يخليكم ليا، ماليش غيرهم اصلا في الدنيا، هو دول اللي طلعت بيهم، اشوفهم احسن مني يا رب. احطه في عيني واشيله واحافظ عليه، وان كنت اخسر اي حاجه قصاده بس اكسبه. احب اقول له ربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي وما يحرمنيش منك ابدا. اقول له كتر خيرك وكتر خير اي حد يعمل حاجه كويسه. كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا. احب ان انا اهنيه واشكره واقول له ان انا طلعت بيه من الدنيا. اخويا برقبتي والله. تعالوا بقى نروح مع بعض اسكندريه ونشوف سيدتين هناك عاملين تجربه مهمه جدا. التجربه دي عباره عن استوديو لتعليم فن الباليه، وبيدمجوا الفتيات ذوي الهمم مع باقي البنات في تدريبات جماعيه. يعني اعتقد التجربه دي غايه في الاهميه، فكره الدمج ده تحديدا، وامتداد لقادرون باختلاف، لان هدفها نشر فكره دمج ذوي الهمم في كل الفنون علشان يكونوا يعني قادرين ان هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، وكمان يطلعوا كل المواهب اللي جواهم. تعالوا نتابع هذا التقرير ونرجع ونكمل معاكم بقية كلامنا. عايزة أبقى راقصة باليه مشهورة. بابتسامة كبيرة وهي ترتدي ملابس الباليه قالت بسمة محمد من ذوي الهمم: عايزة أبقى راقصة باليه مشهورة. بسمة هي إحدى الفتيات التي يتدربن في Art Studio Academy على الباليه في الإسكندرية، مع دمج الفتيات ذوي الهمم في تدريب جماعي مع آخرين من أجل أن يصبحن راقصات باليه. الفكرة جات لي لما أخت زميلتي من ذوي الهمم كان نفسها تلعب باليه، بس ما كانش فيه أماكن إن هم يلعبوا فيها باليه. ابتديت أجمع مجموعة من ذوي الهمم أعلمهم الباليه، وبعد كده الموضوع لما
بقى طبيعي بالنسبة لهم وبقوا بيعرفوا دمجتهم مع الأسوياء. الموضوع بياخد وقت بالنسبة لهم بس بعد كده بيتعلموا كويس جدا وبيرقصوا وما بيبقاش فيه فرق ما بينهم وما بين الأسوياء خالص. في البداية كنت خايفة ان موضوع الدمج ممكن يكون يسبب مشكلة ما بين البنات، كنت خايفة ان البنات في سن صغير ان هم ما يعرفوش يتعاملوا مع بنات ذوي الاحتياجات الخاصة، او ان البنات ما يقدروش يأدوا الحركات بشكل صح، او ان احنا كمدربات ما نقدرش نوصل لهم المعلومة ونخليهم يعملوا الحركة بشكل صح. بس اكتشفت في الاخر ان الموضوع ده غلط خالص، وان البنات كعادي بيشتغلوا زيهم زي اي بنت تانية، وبالعكس ده كانوا بيتفوقوا وبيوصلوا لمستويات عاليه جدا وما واجهناش اي مشكله من اللي احنا كنا متخيلينها قبل كده. نهى وصفي وهايدي سمير بدانا هذه المبادره من سنتين، والهدف هو نشر فكره الدمج لتشمل استوديوهات وانشطه اخرى. يعني زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة، بتتواصل الجهود للدولة المصرية علشان استمرار عملية إجلاء واستعادة يعني أبنائنا وأهلنا وإخواتنا المصريين من السودان. زميلنا محمد الشاذلي كان متواجد في المطار والتقى بمجموعة من الأسر والمواطنين والطلاب اللي وصلوا إلى القاهرة. بنتكلم لحد دلوقتي عن 904 مواطن منذ بدء خطة الإجلاء، ومازال التنسيق مستمر مع الجهات المعنية منا تحديدا والسفارة المصرية في السودان. كل الأطقم طبعا ورحم الله يعني الموظف الإداري اللي استشهد به الأمس، والتنسيق مازال مستمر علشان يتم إجلاء كل يعني المصريين الموجودين في السودان. مصر من الدول القليلة اللي كانت حريصة إنها تبقى سفارتها موجودة ومفتوحة لغاية ما يحصل الإجلاء وتطمن على كل رعاياها المصريين. عشان كده المصريين لما وصلوا امبارح ازاي كانوا عمالين يحكوا انهم كان عندهم يقين وطمانينه بان الدوله المصريه لا يمكن تسيب ولادها، وازاي الجهات المصريه قدرت انها تامن ليهم الخروج من السودان بالسرعه دي، وده من خلال خطه دقيقه كانت بتضمن سلامه عودتهم بامان لارض الوطن، وهو ده اللي حسوه فعلا. خلينا نروح نشوف محمد الشاذلي عمل لنا ايه وتابع معاهم ازاي، ونرجع نطمن تاني معاهم ونشوف ايه اللي حصل. منذ أن وقعت الاشتباكات في السودان في 15 من إبريل الحالي، بنتكلم في حوالي 9 أيام وجهود مصرية كبيرة جدا من أجل إجلاء كل الرعايا المصريين، كل المواطنين المصريين المقيمين في أرض السودان، وليس الرعايا المصريين فحسب بل أيضا رعايا الدول الصديقة التي نسقت مع مصر من أجل إجلاء رعاياها من السودان عن طريق مصر. هذا ليس بجديد على مصر كما حدث في السابق في اليمن، في أفغانستان، في ليبيا، في أوكرانيا. وقت أزمة فيروس كورونا لم تتأخر مصر لحظة واحدة عن إجلاء كافة رعاياها الموجودين في كل هذه الأراضي حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام. بالفعل أقلعت طائرات عسكرية من مطار شرق، وصلت بالفعل إلى مطار دونجولا وكذلك مطار بور السودان من أجل إجلاء رعايا المصريين، وكما قلت لحضراتكم رعايا الدول الصديقة التي نسقت مع مصر حتى يصلوا إلى أرض الوطن بسلام. عدد كبير من الطلبة المصريين اللي كانوا موجودين في السودان الحمد لله وصلوا بسلام، كان في تنسيق كبير لعودتهم إلى أرض الوطن، وكان في تواصل بشكل مستمر بينهم وبين بعض وكمان مع المسؤولين المصريين. هتعرف عليهم دلوقتي نشوف كانوا مقيمين فين في السودان. تعرف بيكي؟ شمس الشرقاوي، بدرس علاج طبيعي في الخرطوم. مقيمة فين؟ في المعمورة. كان في تواصل بينكم من زمايلك؟ ايوه، كنا عاملين جروبات على واتساب مع بعض بحيث مثلا لو حد محتاج حاجة ناقصه حاجة بس نتواصل مع بعض فيها. يعني هو انتوا كلكم ساكنين في نفس المكان؟ لا قريبين من بعض. المعمورة 60 لف الجوبة دي كلها قريبين من بعض، يعني ما فيش 5 دقايق. كنتوا بتعرفوا تنزلوا تروحوا لبعض؟ لا دي صعبة، دي يعني أوقات صعبة، يعني في الظروف دي كانت صعبة مش دايما يعني. هو ده كان صعب. طيب كنت بتتواصل معاهم ازاي؟ عن طريق جروبات الواتساب. كل جروبات واتساب. اه طيب انا كمان عايز اعرف حاجة مهمة جدا، انتوا كنتوا بتطمنوا اهاليكوا عليكوا ازاي؟ دي نقطة مهمة. لا احنا ما كناش بنقول لهم الحقيقة اصلا. الضرب كان بيتضرب علينا وبنقول لهم احنا امان وكويسين عشان خاطر ما يقلقوش علينا ولا يخافوا مننا. طب كويس. طبيعة التنسيق كانت عاملة ازاي بقى أول ما عرفتوا إن انتوا جايين مصر؟ اول ما عرفنا ان احنا جايين مصر الوزيره كانت معانا خطوه بخطوه، ويعني برضو على جروب الواتساب.
اي حاجه بتحصل كنا بنكلمها، حتى مثلا كنا بندخل نكلمها برايفت فكانت بترد علينا عادي، يعني كانت الصراحه سهله معانا في التعامل جدا، فده كان مسهل علينا بقى الاجراءات وكده، اللي هي مثلا اي خطوه جديده لا استنوا ما تخرجوش من البيت، في حاجه هتحصل كذا، في قرار هينزل كذا كده، يعني كانت معانا الصراحه خطوه بخطوه. طب هل كان في اي مشاكل عشان وانت راجع؟ والله احنا واجهنا صعوبات كتير عشان نوصل اصلا الحته اللي هي غردهار تقريبا اسمها، عشان نوصل المطار يودينا هنا، كان لكن الحمد لله يعني وصلنا وطلعنا بالطياره وادينا اهو موجودين في مصر. الله يسلمك. والله عايزين نعرف منكم بقى ايه اللي شفتوه من جهود اتعملت عشان ترجعوا مصر بالسلام. هو اولا طبعا لما كنا بنرجع مثلا الارقام القنصليه والسفارات كانوا بيردوا علينا، يعني ما كانش في مثلا مره نرن مثلا او كده ومثلا محدش يرد او كده، لا كان في دايما تواصل. الدكتوره سهل جندي كانت دايما تواصل معنا في الجروبات، حتى برايفت كانت بترد عادي جدا، يعني مثلا مش حد مثلا مسؤول لا ممكن ما يردش، لا عادي جدا بترد وكده لحد والله اخر لحظه، لحد اخر لحظه قالت خلاص انا طمنت عليكم انتوا خلاص في دلوقتي في المطار. كل الاحترام والشكر لاولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيره الهجره، يعني بصراحه كانت معانا لحد اخر لحظه، وبرده القنصليه والسفاره لحد اخر لحظه بيرنوا على اهالينا وطمنوهم، وكان تواصل لحد اخر لحظه ما فيش مره سابونا فيها. يعني طبعا احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المختصه اللي ساعدت ان احنا ننزل بالسرعه دي، احنا نزلنا في مسافه كلها على بعد 24 ساعه بالظبط كملناش، يعني اتصلنا معاهم بالليل كنا نازلين الصبح، فاحنا بنشكرهم على المجهود ده كله والله. بنشكر القوات المسلحه والوزيره والطبعا الرئيس السيسي في الاول انهم يعني ساعدونا وانهم خرجونا من المأزق اللي احنا كنا فيه ده، وكتر خيرهم. في البداية الحمد لله على سنة حضرتك. شكرا لكم وقناتكم المبجلة في الاهتمام بالمصريين، والحمد لله احنا بخير الحمد لله. ده واجب مصر طبعا تجاه كل مواطن مصري موجود في الخارج. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كويس كويسة الحمد لله. عايزين نطمن على صحة حضرتك في البداية. والله الحمد لله بفضل ونعمة احنا بخير الحمد لله، ده طالما ان القيادة السياسية الحمد لله برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بينا كمصريين، والحمد لله بيقدم الدعم دايما حتى في احلك الظروف. الحمد لله بخير الحمد لله. حضرتك ساكن فين بالظبط في السودان؟ مقيم فين؟ انا مقيم في منطقه تسمى بري في جاردن سيتي، في شارع المعرض في الخرطوم، يعني مقابل لمطار الخرطوم الدولي. يعني كنت بتسمع صوت الضرب النار، صوت الاشتباكات باستمرار طبعا؟ يعني انا محتفظ بطلقتين جم في شقتي، يعني مش اكتر من كده، يعني خرموا الازاز ووصلوا لحد غرفه نوم الاولاد والحمد لله. حاله من الرعب بالتاكيد. والله الحمد لله رب العالمين، احنا كمصريين الحمد لله مهما في احلك الظروف الحمد لله بتكون ثابتين، والحمد لله عدت الازمه على خير الحمد لله. الحمد لله. طبيعه التواصل بين الجهات المعنيه في مصر معاكم كانت عامله ازاي؟ ازاي تواصلوا معاكم؟ ازاي وصلتوا لهم؟ هل كان في خط تليفون مثلا؟ هل بتسجلوا اسماءكم في استمارات في القنصليات؟ والله هو المتابعه احنا في الاول خالص لما حضر الاحداث شفنا اهتمام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم طمانينه من خلال شفناها من خلال القنوات التلفزيونيه، ثم بعد ذلك السفاره المصريه برئاسه سعاده المستشار هاني صلاح الدين الصراحه والاخ القنصل تامر منير في الخرطوم ربنا يشفيه، كانوا قايمين بدور واجب بدور عظيم جدا، عملوا جروب للمصريين في الخارج، كان فيه اهتمام، كان في نشر على الصفحه الرسميه للسفاره في الخرطوم، على الصفحه الرسميه لوزاره الخارجيه، كان في رساله اطمئنان ان احنا هيتم اجلاجنا، وكان الامر ده احنا كنا متاكدين منه جدا والحمد لله حدث. يعني ايضا في لقاء مع اسره مصريه من اللي كانوا موجودين في السودان ووصلوا الى ارض الوطن بسلام. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك يا فندم. يا اهلا وسهلا بيكي. حضرتك مقيمه في السودان بقالك قد ايه؟ بقالي 10 سنين مقيمه في السودان. مقيمه بالاسره كامله هناك؟ انا وزوجي وولدي. المنطقه دي كان فيها اشتباكات؟ لا لا لا، الشبكات كانت في الخرطوم وفي اماكن تانية، لكن برسودان لا ما كانش فيها الشبكات دلوقتي. طيب مين اللي تواصل معاكم عشان يقول لكم ان انتم خلاص جايين مصر؟ هي السفاره المصريه اختارت المصريين اللي هم على ارض السودان، ان في طياره عسكريه بعتها السيد الرئيس السيسي اللي هي هتشيل الجاليه المصريه، فعلى كل واحد ان هو يسجل اسمه، فسجلت اسمي انا وابني امبارح والاجراء والنهارده هعمل كل الاجراء. السفاره اتصلنا عليهم قالوا تعالوا سجلوا اساميكم، سجلنا اسامينا مفيش 8 ساعات
طوالي حضرتك يعني جت الطيارة يعني الساعة 8 قالوا الساعة 11 صباحا تكونوا في مطار بور السودان. لا طبعا الأوضاع صعبة جدا، مفيش كهرباء ومفيش مية ومفيش أكل مفيش شرب، كل المحلات مقفولة، السوبر ماركتس مقفولة، الدنيا كانت صعبة جدا، العيشة صعبة قوي، الضرب في كل حتة، وكانت الظروف صعبة جدا في المعيشة يعني. احنا تواصلنا اوريدي مع القنصلية المصرية في الخرطوم والسفارة وسيادة السفير والقنصل، بصراحة كانوا على أتم استعداد على تقديم أي مساعدات يعني، والحمد لله أول ما جت فرصة للإجلاء الحمد لله توفقنا إن احنا جينا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. كله تمام، صحتك كويسة الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. إيه الأخبار يعني، احكوا لنا تفاصيل العودة كانت عاملة إزاي؟ والله الحمد لله العودة كان تابعنا مع القنصلية وخلصت خلال 24 ساعة الحمد لله يعني، على طول كان أخذوا أسامينا امبارح المغرب، والساعة 10 الصبح كنا موجودين في المطار ان احنا نخلص الاجراءات بتاعت السفر، والطيارة حضرت المطار الساعة 1 ركبنا على طول والحمد لله يعني ادينا وصلنا بالسلامة الحمد لله. الحمد لله السلامة. ما كانش في اي مشاكل؟ لا ما كانش في مشاكل، الاجلاء تم بسهولة خالص والدنيا كانت تمام. الحمد لله على السلامة الاول. الله يكرمك يا رب. اخبارك ايه، صحتك عاملة ايه؟ كله تمام؟ لا وانت بخير الحمد لله، كل سنة وانت طيب. السلام يا رب. انت ساكن فين بالظبط هناك في السودان؟ انا كنت ساكن في بور السودان حي المطار بجوار القنصلية. الوضع هناك هادي؟ ايوه الحمد لله. كان مستقر مفيش اي نوع من انواع الاشتباكات؟ والله بعد الاشتباكات اللي هو اول يوم وثاني يوم يعني الاوضاع الجيش سيطر هناك والاوضاع كانت مستقره لحد ما. انتوا كام واحد موجودين بتدرسوا مع بعض؟ والله احنا كنا حاليا متواجدين 12 شخص، بجانب ان بقيه الطلبه موجوده حاليا في مصر بسبب اجازه العيد ورمضان وكده. يعني في طلبه بالفعل كانوا موجودين في مصر من قبل الاشتباكات؟ اه يعني الغالبيه العظمى كانت في مصر. وانتوا 12 شخص كنتوا تواصل مع بعض بشكل مستمر؟ اه دايما. اه كنتوا بتنزلوا؟ طيب بتقدروا تنزلوا؟ كنا بننزل بجيب طلباتنا بنرجع دايما على طول يعني مفيش قعد بر. الاوضاع كانت صعبه جدا يعني الحمد لله، احنا كنا بنتعرض لصعوبات كثيره، لكن بتوجيهات فخامه الرئيس فتح السيسي وبوجود خليه من العمل الكبير من جهاز المخابرات العامة والأمانة العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الري، تم تكوين إدارة أزمات، مجموعة من إدارة الأزمات لبحث المشكلة وحلها، وبالفعل وصلوا لنا الحمد لله، وكان في متابعة دائمة وتنسيق دائم مع القنصل هناك ومع السفير هناك، والحمد لله وصلوا إلينا. احنا كنا في منطقة صعبة جدا، كنا تحت الضرب، كنا ما بين خط النار ما بين الجهتين اللي بينهم بعض حرب دارية يعني، والحمد لله وصلوا إلينا وعرفوا يوصلوا لنا، وتم التنسيق وتم نقلنا لمكان آمن، ومن ثم تم نقلنا إلى مطار دنقلة، ثم تم وصلنا إلى وبعديها وصلنا إلى أرض الوطن الحمد لله. بنشكر فخامة الرئيس جدا، وبنقول له مصر عمرها ما بتترك أولادها خلفها أبدا. وصلنا دنقلة، اتصلنا بقنصل السفارة، الحقيقة اتصل بوزارة الخارجية قال تروحوا مطار دنقلة الحربي هتلاقوا فيه طيارة موجودة وتجوا فيها، وفعلا نفذ بالتمام، الطيارة جت الساعة 3 واستنينا باص تاني جينا مع بعض، والحمد لله. وأنا أحيي طبعا الجيش المصري خير جنود الأرض، ربنا يبارك فيهم يا رب، بقيادة الزعيم القائد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالنسبة للشعب السوداني الشعب الطيب نتمنى لهم التوفيق والهداية وربنا يوفقهم يا رب. حركنا بالباص لولاية دنقلة، وبعد كده لقينا السفير بعت لنا رسالة ان احنا نتوجه لايه المطار دنقلة عشان في طيارة، وطبعا رجال القوات المسلحة تحية اجلال وتقدير مننا ليهم على رأسهم طبعا فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائد على القوات المسلحة، جميع أعضاء القوات المسلحة، تحيا مصر. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال لقاء أجراه التلفزيون المصري أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة لإعادتهم بسلام إلى أرض الوطن.
وأشاد المواطنون بالدور الكبير للسفارة المصرية بالخرطوم في عملية إجلائهم لأرض الوطن. بتوجيهات من الرئيس السيسي يستمر العمل في معبر أرقين لإعادة المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عبور العالقين من هناك من مختلف الجنسيات الصديقة والشقيقة. وفي هذا السياق تواصل فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري جهودها عند المعبر لمساعدة العائدين. وأقامت تلك الفرق مركز إغاثة إنسانيا عند معبر أرقين الحدودي لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ، وتشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية. يأتي ذلك بالتنسيق مع سفارة مصر بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة. تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، والذي استشهد خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان. هذا وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمينهم وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام. دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في بيان له قبوله للوساطة السعودية الأمريكية لوقف الاشتباكات الدائرة في السودان والدخول في هدنة لمدة 72 ساعة. وأضاف الجيش السوداني أن الموافقة جاءت للتخفيف عن المواطنين ولدواع إنسانية، مشددا أيضا على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بوقف كافة الأعمال العدائية. وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد أعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية وعرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، كما شدد على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين، وذلك بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا. وأوضحت مصادر إيطالية أنه بعد أحوال جوية سيئة استمرت 4 أيام ارتفع مرة أخرى عدد القوارب التي تحاول العبور إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من 36 ألف شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا هذا العام، مقارنة بنحو 9000 شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أعلنت الأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز نهاية الشهر الجاري الصين من ناحية عدد السكان، لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم بنحو 1.43 مليار نسمة. وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك إن التوقعات تشير إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية هذا القرن، في حين من المتوقع أن يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود. مشاهدينا، انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد. النهاردة 25 إبريل، يوم من أيامنا المجيدة اللي ما بيتنساش أبداً،
وهو يوم أو ذكرى تحرير أرض سيناء، الأرض الغالية علينا كلنا، اللي بتعتبر يعني اليوم ده بيعتبر تتويج لختام معركة الحرب والسلام بنجاح الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة العزة والكرامة ورفع العلم المصري على كل شبر في أرض الفيروز في معركة أعتقد يعني الطريق ليها ما كانش ممهد ولا كان يعني محفوف بالورود زي ما بيتقال، كان كله صعاب ومشقة، لكن عقيدة المقاتل المصري ومعركة الدبلوماسية ومعركة رجال الجيش المصري قدرت اللي هي ترجع يعني سيناء كاملة لينا. العزة والكرامة دايما موجودة عند المصريين ودايما موجودة نصب بعين المؤسسة العسكرية. يوم تحرير سيناء هيفضل ذكرى خاصة في وجدان كلنا كل المصريين، الانتصار اللي جسد أصالة الشعب وجسد بسالة الجيش المصري اللي فعلا قدر يعمل المستحيل عشان يرجع كل شبر من أرض سيناء. عشان كده الدولة المصرية كانت دايما حريصة على معركة التحرير إنها تتحول لمعركة بقى تانية بشكل مختلف، معركة بناء ومعركة تنمية شاملة في أرض الفيروز. خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير، ربنا يديم الانتصارات والفرحة علينا. صباح الخير عليك وعلى الشعب المصري وعلى قيادته. صباح الخير يا سيادة اللواء، ونتمنى دايما لمصر الخير ان شاء الله. اللهم يا رب. اللهم سيادة اللواء، يعني احنا بنتكلم على ذكرى غالية يعني في نفوس كل المصريين، مهم جدا اللي احنا النهارده نتذكر هذا اليوم حتى لا ننسى ونذكر الاجيال يعني الحاليه والمستقبليه ايضا ب يعني بساله المقاتل المصري والتضحيه ب يعني كل ما يملك من اجل استعاده تراب هذا الوطن. ايه اهم ما تتذكره في هذا اليوم؟ لا هو طبعا بتذكر اليوم ده، يمكن انا كنت قائد كتيبه اياميها في سنة 83 في الأنطرة. كنت قائد كتيبة دبات الفرقة يعني. وكان التوتر موجود إن الإسرائيليين مش عايزين هيعملوا مشاكل قبل الانسحابين. فكنت أنت بقى رافع درجات استعداد إنك أنت ممكن تحارب اليوم ده. وكان الجبهة كانت متوترة أكتر من حرب أكتوبر. لأن عدم الالتزام بيخليك انت بقى تكون رادع للموضوع ده يعني. صحيح. ويمكن الاجراءات اللي اتخذت يمكن هي اللي خلت الرادع في ان من الجانب الاخر يستمر في تنفيذ الوعود الانسحاب والكلام ده. فكان الواحد فاكر الفتره دي كانت فتره عصيبه على الانسان بعد دي يعني اكتر من حرب كمان يعني. الحاجه الثانيه، انت النهارده تبقى سعيد انك انت جزء من ارضك غالي عليك بترجع، وسعيد انا اكتر بالفكر الاستراتيجي الجديد في 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 التعامل مع سيناء. لان سيناء زمان كان فكر الاستراتيجي فيها قاصر. ليه؟ لان انت كنت بتعتبرها ارض عبور مش ارض اقامه. يعني ايه ارض عبور؟ الفكر الاستراتيجي الجديد هنا حضرتك بتتكلم على المسارين اللي يعني خاضت فيهم الدوله المصريه. لا انا هقول لك التوازي تنميه وحرب. بالظبط. لا ده كمان الفكره نفسها جت ازاي؟ زمان انت دايما بتمسك بالارض او بتحدد حدود المعارك بتاعتك والدفاع عن ارضك طبقا لحجم التهديد اللي عندك، بتبني على هذا الاساس. فكان زمان من ايام حتى المصريين القدماء كان دايما التهديد بيجي من الشام طبعا. بعد الشام كمان، فانت كنت بتطلع بالجيش تقابل العدو في الشام ما دخلوش مصر، فبالتالي كانت سيناء ارض ايه؟ عبور. معلك اللي بتعبر منها من الصحراء والجبال دي عشان تحارب قبل العدو ما يجي عندك. النهارده بعد ما اختلف الموضوع وبقى التهديد موجود على حدود فلسطين على حدودنا الشرقيه، فاصبح التهديد مختلف، فاصبح هنا الفكر لازم يختلف في الدفاع عن سيناء. ما بقتش ارض عبور بقى، لا زي كنت ارض اقامه. نعم. يبقى هنا يبقى الفكر الاستراتيجي في التنميه هيختلف. كان زمان كنت بتعمل على قدر السكان، النهارده عايز تعمل على قدر الدوله انها ممكن تكون موجوده باستمرار، فعايز تزود عدد السكان، عايز تزود المشروعات القوميه اللي ممكن تشغلها بالبشر. اعتقد ده الفكر اللي قائم عليه الدوله المصريه في الفتره الاخيره، ان كل السكان المصريين اللي موجودين في كل اطراف الدوله المحافظات الحدوديه لهم نفس الحقوق ونفس الخدمات اللي موجوده في العاصمه. بس انت بتستعجلي الاول على الجزء اللي هو التهديد فيه مباشر. لان احنا في الامن القومي
عندنا دوائر الارتقاء. طبعا. فاهم دائرة عندي دايما هي اللي بتعمل المشاكل الدائرة الإقليمية، وفيها الدائرة الفرعية الإقليمية المباشرة. ايه الدائرة المباشرة الإقليمية المباشرة؟ اللي هي الدول اللي ليكي حدود معها. تبقى هي دي اللي تحصل فيها المشاكل. لو انت بتبص حتى المصلحة العالمي تلاقي دايما المشاكل تحصل بين الدول اللي فيها حدود مشتركة. صحيح. زي اوكرانيا وروسيا مثلا، المانيا وفرنسا زمان، يعني تلاقي دايما الحدود المشتركة هي اللي بتعمل المشاكل. دي دايرة الإقليمية المباشرة، ودي يبقى عليها التدراسات والفكر أكتر من أي حاجة تانية. وهنا كان أهمية وجود مشاريع مختلفة في أرض سيناء بحيث إن إحنا نبقى موجودين والناس قاعدة ومستقرة وآمنة تماما، وفي نفس الوقت تكون جاذبة. ما أنت ما عمرك ما هتودي مشروعات ما تودي بشر تغير الفكر بتاعت البشر في المكان وتزوديه إلا إذا وجدت له وسيلة معيشة وسكن وطرق. صحيح. وميه عايش عليها وكهرباء اللي هي الحاجات الاساسيه. صحيح. فانت بداتي عملتي ربطت سينا بالشبكه القوميه للكهرباء، بقى ما عادش كهرباء تقطع. كان زمان ما كانش في كهرباء في سينا خالص. كان الطرق بسيطه، ثلاث اربع طرق ورفيعين ويعني اتجاه واحد وخلاص على كده. النهارده عندك طرق كبيره. كان النفق هو نفق واحد، ما كانش في نفق ده قبل تقول 67، ما كانش في نفق كمان. ده انت كنت بتعدي سينا بتصريح. صحيح. لان كان لها معتبره منطقه عسكريه مقفوله فبتعدي فيها بتصريح. فالنهارده كل ده الفكر اتغير تماما. بقى النهارده في اربع انفاق في كوبري السلام، في حوالي اربع او خمس كباري من هيئه قناه السويس زياده في. صحيح. الموضوع. فانت كل ما بتسهل عمليه الانتقال كل انت ما بتسهل عمليه الايه؟ اعاده تمركز الناس او انتشارها مره ثانيه. الحاجة التانية المشروعات اللي بتبقى بتعملها محتاجة بشر تروح، فبالتالي يبقى في الإقامة. حتى موضوع الاصلاح الزراعي والاصلاح السمكي، المطارات، كل دي كلام بيساعد على الناس تقدر تعيش مرتاحة. احنا عايزين نتكلم عن التفاصيل دي اكتر، بس تغير في التركيبة السكانية. استأذن حضرتك خلينا نروح لكريم بيبرس زميلنا موجود في العريش وهيعرفنا اخر فعاليات الاحتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء. كريم صباح الخير عليك. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر، وصبح كمان بصبح على ضيفك الكريم ست اللواء محمد. خليني اخد من كلامكم برضو واقول لكم انه فعلا يعني النهارده عيد تحرير سيناء وتحديدا في العريش وشمال سيناء اللي شهدت يعني ملاحم كتيره جدا 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 فيما يتعلق بالتحرير الارض، تحرير الارض سواء كان في 67 73 وصولا للمعركه الدبلوماسيه الاخيره وتحرير آخر شبر من أرض سيناء. يمكن في كلام كتير دايما كنا بنسمعه في قصص الخاصة ب شمال سيناء وعيد تحرير سيناء، ولكن أهمها التوقيت. سيناء خدت وقت كتير جدا وما كانش فيه اهتمام بيها. العيد المرة دي مختلف، مش بس هيكون احتفال بذكرى التحرير، مش بس هيكون احتفالات غنائية متعودين عليها، ولكن المرة دي الاحتفال الحقيقي هي بالإنجازات على أرض الواقع، وهو ده فعلا فكرة التوقيت، هو ده وقت التطوير، وقت الاهتمام بالفعل بأرض الواقع، وقت الاهتمام بالأرض، وقت الاهتمام بالمواطنين اللي قاعدين هنا في شمال سيناء. خليني اقول كل سنه واحنا طيبين وكل سنه والشعب المصري كله بخير بمناسبه عيد تحرير سيناء. هيبتدي النهارده اليوم ان شاء الله بوضع اكليل الزهور، ده هيكون في طبعا عند قبر الجندي المجهول، ده هتكون اول خطوه هنعملها النهارده ان شاء الله، وبعدها على طول هتبتدي حركه الافتتاحات. حركة الافتتاحات دي بتشمل العديد من القطاعات الحقيقة في شمال سيناء وتحديدا في العريش. يمكن خلال الفترة اللي فاتت العريش شهدت يعني فترات صعبة جدا وعانت من ويلات الإرهاب، ولكن رجعت تاني مرة واحدة الأمن والأمان للعريش بمجهودات الجيش المصري وكمان أهالي العريش اللي ضحوا بكل غالي ونفيس علشان تعود الأرض مرة تانية. هيبتدي النهاردة بعد وضع إكليل الزهور الافتتاحات المختلفة، افتتاحات بداية في
القطاع التعليمي هيكون فيه افتتاحات لبعض المدارس الجديده اللي تم يعني اما انشائها جديدا او حتى تم اعاده تجديد المدارس دي لاستقبال المواطنين. ثلاث او اربع مدارس تقريبا النهارده في مدينه العريش هيتم افتتاحهم. بعد كده كمان هيشمل الافتتاح القطاع الصحي، القطاع الصحي هيكون فيه حفل تخريج لممرضين وممرضات وخصوصا اللي هم الخاصين بالتوليد للسيدات هنا في مدينه العريش. يمكن من نظرتنا كمان من امبارح للنهارده لمدينه العريش والتجهيز والاستعداد للاحتفالات الخاصه بعيد تحرير سيناء، الحقيقه الدنيا اختلفت تماما، الناس في الشوارع حقيقه كمان الشط موجود عليه الناس، القرى السياحيه ابتدت تشتغل، الوضع مختلف تماما. عشان كده الحقيقه هو العيد عيدين النهارده. تاني يوم على طول ان شاء الله اللي هو بكره هتستكمل الافتتاحات الخاصه باحتفالات عيد تحرير سيناء، وهتشمل طبعا بعض الحاجات الرياضيه وبعض الحاجات التنمويه، وهتكون من النقاط المهمه جدا جدا هي حياه كريمه. حياه كريمه ابتدت تخش كمان هنا في مدينه العريش، وهنقدر نربط ما بين الماراثون الرياضي واهميه التوعيه باهميه التنميه الحقيقه، وعن طريق الماراثون الرياضي ماراثون الجري بحضور عدد كبير من الوزراء هيكونوا موجودين بالفعل بكره هنا في العريش، هيكون في توعيه باهميه التنميه واهميه التنميه في جميع القطاعات، منها الرياضه زي ما قلنا، وافتتاح العديد من النوادي الرياضيه ومراكز الشباب الرياضيه الحقيقه كمان هيتم افتتاحهم بكره. كمان في جزء خاص وهو قصور الثقافه واهتمام بالثقافه، عشان كده بنتكلم في جميع المجالات. في هيكون في احتفاليات خاصه في قصر ثقافه مدينه العريش، والاحتفاليات دي هتكون عن طريق طبعا احتفالات خاصه بعيد تحرير سيناء، رقص فلكلوري خاص برضو بعيد تحرير سيناء، وهيكون كمان بمشاركه اهالي العريش. من النقاط كمان المهمه جدا خصوصا انه هيكون في وجود للوزراء المعنيين، وهيكون في طبعا محافظ شمال سيناء موجود في هذه الافتتاحات، لكن كمان هيكون في مشاركه مجتمعيه، مشاركه مجتمعيه بمعنى انه اهالي العريش والطلاب الجامعات وجامعه العريش الحقيقه جامعه سيناء اللي موجوده في العريش، هيكون في مشاركه مجتمعيه عن طريق النقاش والحوار بين الشباب وبين المسؤولين في محاوله طبعا لعرض الافكار المختلفه ومحاوله تطبيقها على ارض الواقع، وطبعا احنا نقدر ناخد من افكار الشباب ونقدر ان احنا نساعدهم ان هم يحققوا افكارهم وطموحاتهم هنا في مدينه العريش. لكن كمان هيكون في حاجة مميزة الحقيقة، في طبعا مسابقة الهجن معروفة جدا، وهي مسابقة الجمال ومشاركة القبائل العربية والبدوية الحقيقة في سيناء وغير سيناء في هذه المسابقة، ولكن هيكون في احتفال خاص وكبير الحقيقة هنا في مدينة العريش في واحدة من القرى السياحية على البحر الحقيقة، وهيشارك فيه نجوم كبار منهم الشيخ محمود ياسين التهامي والكينج محمد منير هيكونوا مشاركين هنا في مدينة العريش. عشان كده الاحتفالية مختلفة ومتنوعة إما بالافتتاحات الخاصة أو حتى بالاحتفالات العادية بعيد تحرير سيناء. وكل سنة والشعب المصري كله بخير، والآن برجع لكم مرة ثانية. بنشكرك كريم بيبرس من العريش على هذه يعني التغطية والأجواء اللي انت نقلتنا فيها، لكن لسه بنتكلم مع سيادة اللواء محمد، يعني بنتكلم مع حضرتك يا سيادة اللواء، يمكن ما بين 67 ل 82 تاريخ رفع العلم المصري خفاق على أرض سيناء، أعتقد ملحمة وتاريخ كبير من البطولات والإنجازات اللي يعني خضتها القوات المسلحة، سواء كانت إنجازات عسكرية أو إنجازات دبلوماسية، يعني حتى تم تحرير الأرض كانت بمثابة يعني ملحمة بتسطر معركة الحرب والسلام. إيه أهم المحطات فيها؟ هو شوف اللي انا عايز اقول لك ايه، ان الدوله لما اشتغلت عشان تحرر سيناء حطت تصور معين، التصور ده على امكانيات تملكها وحجم عدائيات اسر، صحيح، واللي احنا بنسميه بقى في المصطلح الجيل الرئيس بيستخدمه دايما مصطلح قوى الدوله الشامله. فانت على قوى الدوله الشامله اللي هي قدراتك الثمانيه اللي انت تملكهم، سواء الموقع والقدره العسكريه والقدره الاقتصاديه، السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والإجابة الداخلية والإعلام تكنولوجيا المعلومات والروح المعنوية، على أساس دول ما تملكوا منه بتشوف العدو قصاده عنده إيه، صحيح، وتقدر تحط التخطيط بتاعه. فهنا التخطيط بقى إذا كان مناسب للي اتعمل تقدر تحقق بيه النجاح اللي تعيسه، لو مش مناسب مش هتحقق حاجة. فأنا اتحطت خطة على إن أنا بالعمل العسكري على قدر قدراتي حقق جزء من الأرض بالحرب، أجبر العدو على التراجع ويخش في مفاوضات أخلص منها بقية الأرض،
والمفاوضات. أعتقد بداية كان الهدف إن إحنا يبقى عندنا إعادة بنى جيش اللي كان معنوياته في الأرض. مش هنخش في الإعداد. الإعداد أكلم في الإعداد. الإعداد ده قصة كبيرة لوحدها. من ما فيش انك انت تقدر تقفي عايزين جيش. هو دي احنا عايزين نتكلم يا فندم من الاول على الاراده المصريه. ما هو من العدم لاعاده الاراده تهيئه مره اخرى حتى تحقق النصر. خرجنا من 67 زعلانين وحزانه ومكسور نفسنا. هقول لك مختصر. ابتدينا استنزاف على طول بشكل مختلف. هقول لك مختصره جدا. انت هزمت 67 في حرب لم تحارب فيها. طب صحيح. لان انت لما بتشوف التاريخ في 67 ما تلاقيش معركه تمت فيها. هو اختراقات من الجانب الإسرائيلي مدعم بتعمية إلكترونية وكانت أول مرة تحصل في العالم. نعم. بسفينة اسمها ليبرتي أمريكية كانت عمت سينا تماما. أي عم التعمية يعني إيه؟ يعني لا رادار تشوف ولا لاسلكي تسمع ولا تعرف تكلم اللي جنبك. دي اسمها التعمية الإلكترونية اللي تمت في المنطقة. فبالتالي حصلت اللخبطة اللي حصلت في الجيش المصري ودخل الإسرائيليين وصلوا قرن 6 أيام واحتلوا سيناء. هنا فركشت الجيش المصري. هنا كان الجيش المصري نصين، نص في اليمن ونص هنا، لخبطة كده. فأنت عايز ترجع بقى وتبدأ تعمل دفاعات جديدة على قرن السويس اللي معلاش دفاعات، لأن ده اسمه المنطقة الرابع في التكتيك عندنا، يعني مبقاش عليه تجهيزات. فأنت النهاردة عايز توقف ناس رجعة وتعيد صلابة العزيمة عنده تاني انه يقدر يقاتل ويقاتل في العراء، ما عندوش حاجة يستند عليها. وبدأ من هنا بقى المعنويات تبدأ، ودخل بين الأزهر والكنيسة والدولة تبدأ ترفع معنويات. الناس بتلم الناس عشان ترفع وعادة معنويات للشعب نفسه اللي كان محبط. الأول خليني في أداة التنفيذ. الأول خليني في أداة التنفيذ اللي هو القوات المسلحة، وبدأت تجيبي ناس تقدر تقاوم في هذا الموضوع، ووقفتي خروج الاستدعاء الاحتياط عشان تحافظ على اللي موجود. نعم. وبدأت تعيد تسليح الناس تاني، وبدأت تفكر التشكيلات القديمة بتاعتك هل تتناسب مع الحرب الحديثة ولا تغير في التشكيل. يعني مثلا ايه اللواء ده اللي هو وحدة قتال اللواء ده بتكويناته المشاة والمدرعات والمدفعية قادر عن يقاتل ولا محتاج تعديل؟ محتاج تعديل. وده نعدل في التنظيم نفسه. وبدأت انها تبدا القوات المسلحه يبدا شكلها يختلف. طب ال مع وجود الانتصارات الصغيره اللي حصلت مع حرب الاستنزاف لازم هتعمل تغير قيادات. فرحت انت مغير بدل قياده المنطقه الشرقيه اللي كانت مسؤوله عن الجبهه الشرقيه كلها الى قياده الجيش الثاني وقياده الجيش الثالث. طيب انا هعمل الكلام ده كله وسايب العدو يشتغل قدامي فاضي؟ لا، عملت فيه 3 عمليات رفعوا معنويات الجيش المصري او رفع الشعب معنويات المصري او العرب عموما للسماء. اول واحده ضرب قوات جويه اللي هم كانوا اعتقدوا قوات جويه ماتت للشونات وتجمعات اسرائيليه على الطريق الاوسط في شهر يوليو، كانت لها صدى كبير جدا. وبعدين رحت عامل موضوع لما حبوا يحتلوا بورفؤاد، لان بورفؤاد هي المنطقه الوحيده في سيناء كانت معانا في طبعا يعني ما احتلتش، فكان عاوز يطلع لها من راس العش. فكانت معركه راس العش بالصعقه اللي دمرت سريه الدبابات بافراد لانه كان طريق ضيق وكلام زي كده. فرفعت معنويات المقاتل المصري، ده انا اقدر اعمل طبعا من هنا رفعت تاني. وبعدين في شهر 10 عملت الضرب المدمره الات اللي كان لها الست الكبيره. من هنا الجيش بدا الناس تبدا تحس انها ده انا عملت اعمال بطوليه لدرجه ان العدو بدا ينتقم مني. فمش عارف ينتقم مني كجيش، انتقم من السويس في الزيتيه وحرق معامل التكرير وعلى الكلام ده كله، يعني اختلف معاك في الموضوع. المهم انت قدرت توقف القوات المسلحة على رجلها، بدأت الجيش ينتظم، بدأت تشكيلاته تشتغل، بدأت تخش في التدريب الشاق اللي تقدر تجهز به خطة العبور، ترفع كفاءة الناس. خدت من مبادئ التدريب مبدئين اتنين، التدريب على كل ما هو دور الحرب والتدريب على مسرح العمليات المشابه. فانت صحيح. عملت النقطة القوية بتاع خط بارليف دي نقلت لها مكتات على النيل، وتجيب السرية أو الوحدة اللي هتحارب النقطة دي تروح هي اللي تتدرب عليها هناك، حتى لو كان فيها طوبة محطوطة حطت الطوبة عشان أنا عيني تاخد على المكان ده. وإزاي نفذ الكلام ده؟ وجزء منه كان على طلعة إسماعيلية اللي أنا عريضة يعني شوية، ده تدريب العبور. بدأت تتعلم الناس إزاي هتعبر،
انت عايز هتعايز تنزل ميه وعايز تقديف وعايز تطلع سطر ترابي حد تغرس فيه بكل الكلام ده. فبدات تعمل الكلام ده كله واخترعت الحاجات اللي تساعدك على العمل. صحيح. زي مثلا السلالم الحبال ده اساسيه، زي مثلا يمكن كانت حاجات كلها مش تكنولوجية قوي بس هدمت صورة الجيش الذي لا يقهر. فكرة بسيطة عشان توريك دماغ المصري شغال ازاي. انت هتعدي وهتشيل 200 كيلو اكل واحتياجات ليك في خلال يومين، لان انا مش ضامن طبعا العبور بعد العبور هعمل ايه. فطب هتشيل الكلام ده ازاي؟ هتجيب مخلة تشيلهم ولا هجرجرهم وانت ماشي؟ فلو انت بصيت على افلام العبور قديمة هتلاقي في جاكيت بني، وده مش لبس الجيش المصري، لبسه العسكري او لبس المقاتل. الجاكيت ده اتصمم على انه يشيل ال 200 كيلو في جيوب محسوبه ومرسومه على قد العبوه اللي انت شايلها، بحيث انها تديك توازن في الامام والخلف، ما تبقاش متني وما تبقاش محترمه. لما تطلع الساتر وتمشي بيه واكنك مش شايل حاجه. يبقى اللي انت شايله في ايدك بس السلاح اللي انت هتقاتل بيه. فده الجاكيت ده انا بعتبره نموذج للفكر المصري. مع التعتيم بقى اللي حصل ان احنا صممنا واشترينا قماش ولبسناه للناس من غير ما حد يحس بينا واتحركنا كل ده ده موضوع الخداع للاستراتيجي، ده قصه ثانيه كمان فيها حاجات حلوه كتيره جدا. المهم اللي انا عايز اقوله ان انت عملت الكلام ده كله وفي اعتقادك انك انت لما هتحرر سينا اللي هم كان في التخطيط 30 كيلو الاولانيين هتبدا تستعين بمين؟ باللي اتضرروا، اللي وقع عليهم الضرر 8 سنين. طبعا اوروبا اللي كان وقع عليها الضرر 8 سنين، لان كنت كل تجارتها من رئيس الرئيس صالح ثلاث اضعاف او اربع اضعاف الثمن. فهنا لما قلت الرئيس السادات لما اعلن قال انا هحرر جزء من الارض وهفتح قناه السويس للملاحه العالميه، يبقى انت كده كل الدعم الاسرائيلي السياسي انشق اثنين. امريكا هتفضل معاهم لانها ما بتاثرش بغانسوس قوي، لكن اوروبا هتنشق عن، ومن هنا بدات اوروبا تيجي معاك سياسيا، ومن هنا بدات انت لما تخش في اي موضوع سياسي هتلاقي فيه دعم سياسي كبير بالنسبه لك. وده الفكر ازاي انا فتت الكتله العدو السياسيه العالميه ازاي فتتها، ومن هنا كان النجاح في الموضوع. واجبر اللي ما كانش عايز يقعد معايا يقعد، لان سينجر كان قال ان موضوع الشرق الاوسط ده مش وقته، القضيه الفلسطينيه القضيه اسرائيل مع العرب دي مش وقتها ومش عارف. لغايه ما حصلت الحرب والخداع الاستراتيجي تم وحصلت الحرب وفوجئوا بيها، هم اللي جم لعندك يعني في اخر مرحله عشان نعمل فصل. هو زي ما بيتقال دايما اللي بين الخداع العسكري والخداع الاستراتيجي يعني هو ده اللي حصل. الخداع الاستراتيجي ده انا بعتبره نص النص. احنا عاوزين نقف عند دي، يعني احنا حكينا النص وباقي النصف الاخر اللي بيتمثل فيه الخداع الاستراتيجي، لان زي ما بيتقال كده الحرب خدعه. صح. فماذا حدث في الخداع الاستراتيجي؟ ده اللي هنعرفه من سيادتك، لكن هنطلع فاصل ونرجع نعرف التفصيل اللي حصل الاستراتيجي. هنطلع دلوقتي مشاهدينا فاصل سريع، لكن مازال الحديث متواصل مع سيادة اللواء محمد الغباري علشان نعرف منه ماذا حدث كي نسترد أرض سيناء مجددا. أهلا بكم من جديد. يعني نقدر نقول أو نلخص الموضوع كان ما بين أن احنا عندنا رادع حربي أو رادع عسكري ورادع استراتيجي، أو كان هما الاثنين دول الشقين اللي اشتغلنا بيهم على التوازي لاستعادة الأرض. سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق هيكلمنا أكتر أو هنستكمل كلامنا معاه عن اللي حصل في معركة استرداد الأرض في سيناء. سيادة اللواء حضرتك قلت لي الخداع الاستراتيجي كان مرحلة مختلفة. شوفي لما أنت بتخططي أي حرب لازم يحط فيها جزء من الخداع. طبعا. يعني حتى أنت مع واحد بتخانق مع واحد يقول له دخل بالك عامل فيه كذا ودعم، يعني موضوع طبعا. الخداع ده موجود أساسا ولازم موضوع. طب أنا هلجأ له ليه؟ أنا هلجأ للخداع يا إما لتسهيل عمل قواتي أو لتعويض نقص عندي. طيب أنا كان عندي نقص عن القدرات العسكرية بتاعتي أقل من إسرائيل، يبقى لازم اعمل خداع استراتيجي عشان اعوض النقص اللي عندي. طيب ايه هو بقى الخداع؟ ان انا اعود العدو على اجراءات ضروريه للحرب هعملها
تبقى بالنسبه له روتينيه. زي مثلا عند مشروع استراتيجي اللي الدوله كلها بتشتغل فيه عشان الحرب، وبتحرك قواتها من المنطقه المركزيه الى منطقه العمليات، يقعد المشروع ده 10 ايام، يوصل لغايه القناه يقف، الناس ترجع تاني. هو هناك بيعمل ايه؟ بيرفع درجه استعداده، اعلن تعبئه عام، استنزف الوجود واستنزف نار. ليه بيعمل تعبئه عامه؟ ليه؟ لان هو جيشه مكون من جزئين، جزء عامل 25% وجزء احتياط 75%. يبقى هو دائما عمره ما هيحارب الا لما يعمل التعبئه العامه الكامله. فانا هعوده انه ما يعملش التعبئه نتيجه التعود اللي انا بشتغل عليه باستمرار. فكان المشروع ده بيتعمل كل سنه. ده مش مرهق لينا احنا كمان بس انت له تمن. هو مرهق، ما التدريب مرهق بس له تمن. انت عايز التمن ولا مش عايزه؟ طبعا تبذل جهد، فبالتالي انت بتعمل عشان تسهل لنفسك. فعملت المشروع ده سنه في اتنين تلاته، ده ينطلع قال لك ده السادات بيضحك على شعبه، احنا مش نعمل تعبئه. خلاص عملت انت اخر مشروع، انتهى يوم الخميس 4 اكتوبر. لحظه، احنا قعدنا 3 سنين، 4 سنين، 4 سنين بنعمل الخدمه، وفي سنه عملناه مشروع مرتين عشان انا بعوده على عمل انا بالنسبه لي دور الحرب، هو بالنسبه له بقى روتيني. فبالتالي خلاص. طب انا الكلام بقوله ده، انا مصري كمحمد لوباري بقول، ما انت بتقول انت اللي عملته وبتقولوه، طب الجانب الثاني؟ اقول لك لا، الجانب الثاني بقى في الوثائق الاسرائيليه افرج عنها في شهر فبراير، في شهر ابريل 2016. الوثائق دي عباره عن ايه؟ محكمه اجريت للقيادات الاسرائيليه على الهزيمه على 3 مستويات، جزء رئاسه الوزراء المصغر، وجزء لوزاره الدفاع، وجزء رئاسه الاركان المسؤول عن الجيش. الكلام ده مهم جدا، لان في البعض بيشكك الان في ان احنا ما انتصرناش وعشان كده رحنا للشباب. فده مهم قوي عشان نقوله للشباب. الشباب يقدر يقرا الكلام ده، لمركز الترجمه العبري في وزاره الثقافه مترجم هذه الصحائف بتاعه المحكمه، الاقوال كلها مترجمه. هو مين اللي بيتحاكم؟ مين اللي بيتحاكم؟ رئيس الوزراء الاسرائيلي. ليه بيتحاكم؟ بيتحاكم ليه؟ عشان مهزوم. طيب اذا النهارده من الخداع الاستراتيجي، انا هطلعه من الكلام اللي هي بتقوله، اقول لها انت ما عملتيش تعبئه ليه؟ الله، يبقى انا لما حطيت على ان انا ما اجيبش ال 75% في التعبئه كان تفكيري صح. صحيح، صح كده؟ لان اول سؤال ليه جولدا مائير، انت ما عملتيش تعبئه ليه؟ لان عدم التعبئه هزيمه بالنسبه لها. قالت له اعمل تعبئه ازاي؟ ومدير المخابرات قال لي ده المصدر بتاعي في مصر قال الحرب يا في مايو يا في 12. يبقى هنا لو انا جيت بقى سردت الاقوال بتاعت الناس دي اعرف هم اتخدعوا ازاي. ومنها بقى حكايه الاوارب وحكايه المستشفيات اللي اتفضت وحكايه الاجازات اللي اتفتحت للضباط وحكايه تسريح دفعه تجديف، كل ده من سيكونس من كلامهم مش من عندي. فبالتالي تقدر تثبت ان هم اتخدعوا تماما في الخداع الاستراتيجي. طيب، وبالتالي لما انت جيت تعبر ما عملوش تعبئه غير يوم السبت الساعه 9 الصبح. هو التعبئه بتاعته 24 ساعه تكون على القمري. انا طول ما هو ما عملش تعبئه يوم الجمعه الساعه 2 انا في السليم هنجح حجح. صحيح. لما عملها الساعه 9 يبقى جالي يوم الاحد الصبح. انا كنت عبرت يوم السبت الساعه 2. عشان كده كان نسبه الخسائر عندنا في العبور كانت ضعيفه جدا. خسائر بعد كده نتيجه الاشتباكات اللي بقت مواجهه فيما بعد في المعارك اللي تمت بعد كده. نعم. طيب سيادة، لو يمكن حضرتك تحدثت عن أمر في غاية الأهمية وهي دوائر الأمن القومي. ودوائر الأمن القومي بتقسم دائما إلى دوائر أمن قومي قريبة وبعيدة، ما يشكل خطر وما يمثل تهديد لمصر. ويمكن التحديات الحالية اللي موجودة في كل الحدود المصرية تحديدا هي بتمثل تحديات يعني يمكن صعبة في التوقيت الحالي، لأن بنشوف دول جوار كتيرة قوي ملتهبة الحدود فيها ومشتعلة، آخرها ما يحدث في السودان. كيف ترى التهديدات الحالية لمصر؟ أيوة، شوف أنا بقى كنت عايز أوصل لكلمة التهديدات الأول. أنا ما بفضلش كلمة تحديات، لأن التحدي هو إجراء بتعمل لمحاولة أو أفكار إنها تحد من مصالحي. صحيح. لكن التهديد هو العمل اللي بيوقف المصالح. فالتهديد أقوى. فلما أجي أتكلم أقول تحديات وتهديدات، ما أقولش تحديات لوحدها، لازم أقول تحديات وتهديدات. دي واحد. يعني أنا كده صح؟ يبقى أنت قلتها متأكد. أنا عايز الأخيرة مش عايز الأولانية. الجزء الثاني إن دوائر الأمن القومي 3 دوائر. الدائرة المحلية اللي هي الداخلية بتاعتي،
ثم الدائرة الإقليمية ثم الدائرة الدولية. الدائرة الإقليمية أنا بالنسبة لي هي أخطر الدوائر، لأنها بتشتمل على جزئين، دائرة إقليمية مباشرة ودولة إقليمية غير مباشرة. إيه المباشر وغير المباشر؟ المباشر هو اللي حدوده لازق فيه، زي السودان دلوقتي، زي السودان، زي ليبيا، زي إسرائيل، زي غزة، زي اليونان، لأن أنت عملت حدود بحرية بينك وبينها، زي قبرص، زي السعودية. السعودية كان أول كان جار غير مباشر، دلوقتي بقى جار مباشر، أنت رسم حدود بحرية وياه، فبالتالي اللي لك حدود لازقة فيه ده اسمه جار مباشر. ده بالظبط زي جارك، لو أنت حصل خناقة عند جارك أنت بتسمعها، لو في مشاكل عنده بتتنيل عندك، وانت نفس الموضوع عنده، ده بالظبط الجيران، هو نفس الدول كده، فأي مشكلة بتحصل عنده بتتنيل عندي، فبالتالي لابد ان انا في اتفاق تام مع جاري على بعض الاجراءات اللي فيها تأمين الحدود. يعني مثلا الحدود بيننا وبين السودان فيها تأمين اكتر من الحدود بيننا وبين ليبيا. ليه؟ لان السودان كان عنده دولة فيها حكومة وفيها جيش وكلام زي كده، لكن ليبيا كانش فيها، فكان تأمين الحدود في ليبيا كنت انا شايله لوحدي، سواء مخابراتي او قوات. بس الاصعب تامين الحدود الليبيه، لا ده الاثنين واحد، ما هو اصعب لانك انت لان انت مشترك فيها شخصك بالظبط، لكن انت في السودان الاثنين موجودين، فانت بتقدر تتعامل. وبالتالي النهارده حتى لما انت جيت ترحل عندك القياده الجيش السوداني اللي هو بيقود البلد دلوقتي، صحيح هو مشتبك وعندهم مشاكل كثيره، لكن انت بتقدر تنسق معاه تعمل شغل وياه عشان اجلاء عشان اجلاء والكلام ده، فانت في شغل، اذا في تحديد للمهام بيننا وبين بعض على الحدود. فانت النهارده ده لان احنا بنتعامل مع مؤسسه عسكريه منضبطه، لما بنتعامل الدوله المصريه لا تتعامل الا مع مؤسسات منضبطه شرعيه، لا تتعامل يعني غيرها ما بنتعاملش. اقول لك حاجه، في قواعد كده الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه قالها في بدايه حياته وماشي على المنهج ده دلوقتي. نمره واحد، انه علاقاتي مع الدول الاخرى مبنيه على حاجتين، يا مصالح مشتركه يا مصالح متبادله، يعني مش تابع لحد. طبعا، ودي وضحت في اكتر من موقف كتير. طبعًا. يعني طبعًا. الثانيه، ان انا لا اتدخل في الشؤون الداخليه لاي دوله حتى لو كانت جار، بس صحيح. لازم تامن مصالحي وياك. طبعا. نمره ثلاثه، ان انا اي دوله تحب تعمل تدريب مشترك معايا لمقابله تهديدات مشتركه انا موافق عليها، اللي هي التهديدات اللي على الحدود، زي الحدود البحريه، زي الحدود الارضيه، انا مستعد. ده كان سبب تواجد قواتنا اللي هو سبب تواجد القوات بيننا بتاعت مع, مع 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 السودان. وبالتالي النهارده لما حصلت مشكله، الدبلوماسيه والقدره العسكريه المصريه كان هم السبق في السودان، انك انت قدرت تجلي ال 117 واحد اللي هم كانوا هدف العمليه، الناس بتاعه الانتشار السريع ده اللي هو اللي عامل الانقلاب ده، ميليشيات الانتشار السريع، قدرت تخليهم من غير هدنه. ناخد بالنا من دي، صحيح، لان لاجله بعد كده بداوا يجلوا رعاياهم في الهدنه. احنا اشتغلنا من غير الهدنه، ده معناه ان بتقول انت في قلب البكان وعارفه ولا مش عارفه، ده يقول لك كده. الجزء الثاني، لما قلنا التهديد باستخدام القوه او التهديد او القوه ذاتها، انت لما عملت طبعا دي بتتقري عند الناس في الدول، لما انت طلع اول بيان عندك كان اجتماع مجلس الاعلى للقوات المسلحه، مجلس اعلى القوات المسلحه ده مجلس تنفيذي. يبقى طب في قرار اتخذ فين؟ يبقى اتخذ في مجلس الامن القومي، مجلس الدفاع الوطني اللي انا ما جبت سيرته. يبقى هنا مجلس الدفاع الوطني خد قرار، المجلس الدفاع الوطني هينفذه. يعني انا عندي الوقت قرار ان انا ممكن استخدم قوات عسكريه، ده إيه؟ رادع، ده حد ذاته رادع. ايه الطرف الثاني؟ ده تهديد باستخدام القوه، ده تهديد باستخدام القوه. ايه الطرف الثاني؟ اخبارك ايه؟ لا انت تعال خد الناس بتوعك، ده احنا الناس اخواتنا واحنا عباينا. ده متغير في الكلام، لازم لما بنيجي نقرا الموضوعات صح يعني. فناخد بالنا من الحته دي، هو ده الاساس اللي قائم برضو عليه سياسه الدوله المصريه تجاه الخارج. احنا طول عمرنا دوله لسنا معتديه ابدا على الاطلاق، ودايما بنجنح للسلم مع الوضع في اعتبار ان القوه بتحمي هذا السلم. ومؤسسي، لا خلي بالك من حته مؤسسي، لان النهارده لو تشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي لما خد التفويض من الشعب لمحاربه الارهاب، هل خد قرار فردي ولا كان بيجتمع مجلس الدفاع الوطني طلعاً. في كل مره ياخد منه القرار؟ صحيح. اذا القياده دوله مؤسسه، فبالتالي يقدر ياخد، لان مجلس الدفاع الوطني القنوات الشرعيه لاتخاذ القرار، لان مجلس الدفاع الوطني بيشمل جزء سياسي
وجزء عسكري لان هو ده المسؤول عن السياسه العسكريه لمصر. طبعا. فيبقى انت جامع الاثنين مع بعض، مفيش حد بياخد لوحده القرار. وبتقدر تستخدم الاثنين مظبوط في اتجاه واحد. سواء القوى العسكريه او الدبلوماسيه تلاقي ان الكلام ناجح وماشي كويس. طيب سياده اللواء سريعا، عاوز اعرف برضو من حضرتك، يعني تابعنا يمكن عدد من الاتصالات الهاتفيه، اخرها اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق يعني التنسيق من اجل اجلاء الرعايا البريطانيين من خلال مصر. ده بيعكس ايه؟ ما هو بيعكس قدرتك انت على التواجد في المكان. ما هو انت لما خليت ال 117 قبل الهدنه معناه انك انت قادر للعمل جوه هنا. فبالتالي النهارده هو الثاني لما عايز يجلي الرعايا بتوعه هيروح لمين؟ على اقدر واحد يقدر يجلي الرعايا. عندك الطيارات تقدر، وعندك التامين التنسيق مع الحكومه مع الجيش السوداني، وعندك الرادع بالنسبه لقوات الانتشار السريع، وبالتالي تقدر تنفذ اي مهمه انت عايزها. فانا راجل بتاع مثلا اي دوله اخرى عايز اجلي الناس بتوعه في اكبر ضمان، رحت رايح اعمل الكلام ده انا اعمله مع مصر، ما اعملوش مع مصر ليه؟ طيب سيادة اللواء، لو نيجي نقول القوة المصرية اللي ربنا يديم النعمة يعني راسخة دائما وعندها القدرة على مواجهة الجميع، احنا دلوقتي عندنا تهديدات قد تكون من الجانب الغربي ناحية ليبيا، وعندنا القوات برضو موجودة عند الجانب الجنوبي، عندنا القدرة على في جيشنا ما شاء الله ان احنا ننتشر في مختلف الاماكن واحنا نبقى ما عندناش اي مشكلة خالص. التنسيق اللي بيحصل بين الفرق المختلفة في الجيش ازاي بيمثل؟ هو شوف هقول لحضرتك حاجه، في خطه اسمها خطه توزيع الاستراتيجي للقوات المصريه. ده خطه عمليات بتتعمل، يعني انا بحسب التهديدات اللي موجوده عندي. نعم. هو حقيقي لم ترى مصر حجم من التهديدات في حياتها قد التهديدات الحالي. صحيح. لان التهديدات من كل جبهات، يا اما كانت التهديد زمان يجي لك من البحر الرومان وبتاعه كلام ده والانجليز وكلام، او يجي لك من الشرق. وفين ايام المصريين كان القبائل الليبية كانت عم تهجم عليك مره ولا بتاع، او قبائل النوبيه عم تهجم، بس مش اكتر من كده. فانت كل حاجه بتيجي فردي. الزمن اللي احنا موجودين فيه ده التهديدات من كل ناحيه، وده بنرجعه الموضوع مش هينفع اتكلم معاكم كتير، اللي هو موضوع الشرق الاوسط الكبير. صحيح. اللي هو كان بتاع الربيع العربي، نتيجته الربيع العربي. انت لو وانت وانا حتى قلت الكلام ده على طول سنة 2012 قلت ايه، خلي بالكو ان مصر وقفت الربيع العربي ايقاف مؤقت. صحيح. فانت واقف دلوقتي لغاية دلوقتي في باللقمة في الزور في 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 زورهم ان الموضوع واقف. بمناسبة الحديث ده يا فندم، انا عاوز اعرف من حضرتك، هل ما يحدث متعمد ام صدفة وليد الصدفة؟ لا متعمد. يعني كل الحدود تقريبا دلوقتي اصبحت ملتهبة ومشتعلة. شوف جوهر الموضوع بسيط، التوازن القوى في المنطقة مبني بين مصر وسوريا ضد إسرائيل. الشباب العربي بيطير سوريا عشان المعركة دلوقتي كلها شغالة على سوريا دلوقتي. صحيح. فأنت النهاردة مين اللي بيدعم سوريا؟ أنت، لأن مصلحتك. فأنا لازم أبعدك عن سوريا. أما أبعدك عن سوريا أعمل لك إيه؟ أفتح لك أكتر من جبهة. كنت أفتح لك زمان ليبيا، دلوقتي هفتح لك السودان. يبقى انا ببعدك، لان دلوقتي المفاوضات دلوقتي شغاله على سوريا. صحيح. قدرت تقنع السعوديه انها تعمل علاقات مع سوريا، قدرت تقنع العرب ان يرجعوا سوريا في مؤتمر القمه الجاي. بقول لحضرتك في كلام ان جامعه الدول العربيه هتفعل المقعد السوري عشان خلاص تتفاعلوا. ما انت بقول لك المؤتمر الجاي هيبقى الكلام ده فيه. اذا انت النهارده ناجح في موضوع انك انت توقف سوريا تاني، طب انا اوقفك تاني بقى. قوة الدولة المصرية ان احنا ماشيين في مختلف القنوات الدبلوماسية والعسكرية دلوقتي. ان انت طول ما هتيجي توقف سوريا هاجي لك انا ده. طول ما موضوع الشرق الاوسط الكبير الموجود موجود بالتمركزات اللي موجودة في سوريا، الامريكاني والانجليزي والفرنساوي والالماني والروسي والتركي، كل دي تمركزات موجودة في سوريا مستنية اعلان في التقسيم. فالنهار طول ما انت موقف الحتة دي هم هيبقوا بصين لك. يعني زي ما بنقول كده دايما سيادة اللواء، يعني مصر هي رمانة الميزان للمنطقة مؤكد. ككل والإقليم بشكل عام. ربنا يحفظ مصر يعني حكومة وشعبا ويعني قيادة أيضا، يعني ويسلم طبعا كل الرعاية المصريين اللي موجودين في دولة السودان الشقيقة. نورتنا سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. العفو.
دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضل يا لميا. شكرا لك منى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الإنتاج الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة. وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال لقاء أجراه التلفزيون المصري، أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة لإعادتهم بسلام إلى أرض الوطن. وأشهد المواطنون بالدور الكبير للسفارة المصرية بالخرطوم في عملية إجلائهم لأرض الوطن. بتوجيهات من الرئيس السيسي، يستمر العمل في معبر أرقين لإعادة المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عبور العالقين من هناك من مختلف الجنسيات الصديقة والشقيقة. وفي هذا السياق تواصل فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري جهودها عند المعبر لمساعدة العائدين، وأقامت تلك الفرق مركز خدمة إغاثية إنسانية عند معبر أرقين الحدودي لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ، وتشمل خدمة الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية. يأتي ذلك بالتنسيق مع سفارة مصر بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمة الضرورية للمتضررين من الأزمة. تنعى وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، والذي استشهد خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.
هذا وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين أيضا عودتهم لأرض الوطن بسلام. دخل وقوف أو وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني قبوله للوساطة السعودية والأمريكية لوقف القتال الدائري في السودان والدخول في هدنة لمدة 72 ساعة. وأضاف الجيش السوداني أن الموافقة جاءت للتخفيف عن المواطنين ولدواع إنسانية، مشددا على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بوقف كافة الأعمال العدائية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية وعرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. كما شدد على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا. وأوضحت مصادر إيطالية أنه بعد أحوال جوية سيئة استمرت 4 أيام ارتفع مرة أخرى عدد القوارب التي تحاول العبور إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من 36 ألف شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بنحو 9000 شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أعلنت الأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز نهاية الشهر الجاري الصين من ناحية عدد السكان لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم بنحو 1.43 مليار نسمة. وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك إن التوقعات تشير إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية هذا القرن، في حين من المتوقع أن يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. امبارح وصل بسلامة الله عدد من المصريين اللي جايين من السودان لمطار شرق القاهرة، وده بعد نجاح السلطات المصرية في أنها تعمل عملية إجلاء ناجحة. تابعنا إشادات واسعة عن جهود الدولة المصرية اللي بتتم بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان لتأمين إجلاء المصريين من السودان. ده حقيقي، يمكن زي ما انت قلت يا منى، واتكلمنا في مقدمة الحلقة على الدور المصري البارز، لأن في الحقيقة مصر بتدير هذا الملف بشكل احترافي جدا من خلال يعني خلية إدارة الأزمة بشكل يضمن سلامة المصريين المتواجدين في السودان وحتى وصولهم إلى القاهرة، وده في ظل حالة عدم الاستقرار وفي ظل حالة التصعيد والاشتباكات والمواجهات كمان العسكرية اللي موجودة في السودان. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عما يحدث وكيف تدير مصر هذا الملف الحساس، يعني ويمكن غاية في الأهمية لأنه مرتبط بأمن وسلامة يعني المصريين المتواجدين في السودان تحديدا، من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام. صباح الخير يا دكتور.
صباح الخير منا. صباح الخير احمد. صباح الخير يا دكتور. بدايه خلينا نقول انه الحمد لله نجحت مصر في ظل ظروف الرهنه ومن غير كان وجود هدنه انها تبعت، حصل مشاكل يلا نبعت ناخد ولادنا ونرجع. قدره الدوله المصريه على اداره الازمه بالسرعه دي وبالامان ده للمصريين اللي موجودين هناك في ظل عدم وجود هدنه، ودي حاجه اعتقد انها تفرق كتير. يعني خلينا قبل ما نتكلم عن القدره نتكلم عن الهدف، لان المواطن المصري هو هدف الدوله المصريه، هو هدف القياده السياسيه. أمن المواطن المصري بمفهوم الشامل، أمنه الاقتصادي، أمنه الأمني، كل الأمن، لأن وضعنا خط عريض لهذا العنوان، نقول أن أمن المواطن المصري خط أحمر. صحيح. وبالتالي جزء من ثوابت الدولة المصرية والقيادة المصرية إعطاء الأولوية القصوى لتوفير الأمن للمصريين في الداخل أو في الخارج في كل مكان، خاصة في أوقات الأزمات والتحديات. ودي فلسفة واضحة بتعكس تقدير الدولة واهتمامها بالمواطن، باعتبار أن المواطن دائما هو الهدف والغاية من التنمية، من أي سياسات تقوم بها الدولة، وهو أداتها في ذات الوقت. ولذلك ليس غريبا أن تتحرك الدولة المصرية في اللحظات الأولى حقيقة لاندلاع هذه الأزمة وهذه المحنة التي واجهها السودان الشقيق، وفي ظل العالم كله كان يتفرج وكان يترقب الوضع، تحركت مصر في اللحظات الأولى وعادت أبنائها في الخارج. رأينا 177 من القوات المصرية التي كانت تشارك في تدريبات مشتركة مع القوات السودانية، وتمت العملية باحترافية وقدرة عالية في ظل أوضاع طبعا مضطربة وأوضاع صعبة. ثم جاء يعني إجلاء الرعايا المدنيين الباقيين، وتم أكثر من رحلة سواء عبر البر من معبر أركين أو عبر الجو أو عبر البحر، وكلها بتعكس قدرات والدولة المصرية في التنظيم. يعني هذه العمليات تتم باحترافية عالية وقدرات متناهية، بتعكس التناغم بين كل أجهزة الدولة في هذا الإطار، وبتعكس أيضا قدرة الدولة المصرية. يعني الدولة المصرية دولة صلبة، هي من الدول القوية، لديها قدرات، لديها الأزرع، لديها الأدوات، لديها الآليات فيما يتعلق بالتحرك في أوقات الأزمات. ربما على خلاف ما حدث من عمليات إجلاء في أزمات سابقة ومحن سابقة، ربما تبدو هذه المرة هناك أزمة صعبة في السودان حقيقة، نعترف هناك أوضاع صعبة، هناك معارك تتم داخل المدن في الشوارع، هناك تركز، وهذا بيقودنا دائما إلى فكرة الحروب الداخلية، الحروب الأهلية، هي حروب الجديدة، ليست حروب تقليدية في جبهات محددة للقتال، هناك فصل بين المدنيين والعسكريين، ولكن هي حروب تتم داخل المدن بين شارع وشارع، لا يوجد فيها أي التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتزام مثلا الاعيان المدنيه او استهداف المدنيين، هناك استهداف للمستشفيات، للشوارع، للمارة، للمدنيين، استهداف لكل شيء، وبيعكس يعني فكر الميليشيا وفكر كمان اجنده دول خارجيه من خلال ابناء البلد الواحد. بالطبع هذا بيعكس ايضا خطوره فكره الميليشيات، لان انت لا تتكلم عن جيوش نظاميه، تتكلم عن جيوش لها قواعد تلتزم بتعامل مع المدنيين، تلتزم بقواعد الالتزام بالهدنه، ولكن بتتكلم عن افراد ميليشيا الدعم السريع تتحرك في الشوارع على عربات دفع رباعيه، تطلق النار في كل مكان، هناك اصابات. لكن بشكل عام في ظل هذه الاجواء الصعبه استطاعت مصر بقدراتها وبقوتها وتاثيرها ان تكون لها دور مؤثر وفاعل. مصر كانت من اول الدول التي قامت باجلاء الرعايا، حتى الدول الكبرى امريكا التي لديها قدرات كبيره كله يعني كان يترقب، لأن هناك أوضاع صعبة كما نقول. يعني هناك الملاحة الجوية تقريبا مغلقة في السودان، هناك التنقل بين الطرق حتى من داخل إلى خارج الخرطوم. صحيح. هناك يعني معارك في الشوارع الكبرى، وبالتالي عملية صعبة جدا حقيقة. في هذا الأمر بيعكس دائما قدرة مصر ودورها وتأثيرها، هو مكان محل إشادة حقيقة من المجتمع الدولي. يعني الرئيس بايدن حتى في إجلاء الرعايا السفراء الأمريكيين الدبلوماسيين شهد بدور مصر، أيضا رئيس الوزراء البريطاني في اتصاله مع ريشي سوناك مع الرئيس السيسي شهد أيضا بدور مصر وقدراتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، أيضا إيطاليا أيضا أشادت، يعني كل الدول أشادت بقدرات مصر في التعامل مع هذا التحدي وهذا الظرف الصعب. يعني وبالتالي مصر فتحت الباب أمام الدول الأخرى واستطاعت يعني في خلال أيام أو يعني قليلة أن يعني تتم إجلاء أكثر من 1000 شخص، وهناك يعني البقية في الطريق. بس عايزين نقول إن 1000 ده رقم كبير جدا، في حين إن كتير من الدول بتتحرك بتتكلم في 70 شخص و100 شخص، فإحنا وصلنا لرقم كبير جدا في عدد قليل جدا من الساعات. وطبعا رقم كبير مقارنة بما يتم إجلاؤه من رعاية الدول الأخرى. نعم. الأمر الثاني أن معظم يعني الإجلاء في الرعاية الدول الأخرى تتركز حول الدبلوماسيين، وهي نقطة مهمة يعني نستفيد عليها. ودبلوماسيين تم إجلاؤهم أثناء
الهدنة حتى وإن كان هناك خروقات حدثت في الهدنة الأولى والثانية والثالثة، لكن بنتحدث عن إجلاء حدث في وقت هدنة. يعني ربما نحن نتحدث الآن في هذا التوقيت تحديدا الصين تعلن عن إجلاء رعاياها في السودان، فمصر دائما ما تكون سابقة بخطوة، ويمكن ده مش جديد على مصر، شفنا ده في أفغانستان، شفنا ده في الأزمة الأوكرانية الروسية، شفنا ده أثناء حرب كورونا ومكافحة هذا الوباء وإعادة المواطنين. لكن خليني أعرف من حضرتك، هل فكرة سرعة مصر في يعني إجلاء مواطنيها ده بيكون بمثابة التصدي وتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن؟ بالطبع، يعني مصر بالطبع هي أثبتت تجربة رائدة في هذا المجال، لأن أول حاجة تم إجلاء عدد كبير جدا من المدنيين على خلاف الدول أخرى، يعني عدد صغير كما تقول منا يعني 70 و50 و60. النقطة المهمة أن الدول ركزت في الإجلاء على الدبلوماسيين وإغلاق السفارات، مصر لم تفعل هذا. سفارتنا مفتوحة، السفارات مفتوحة، وكان الشعار هو آخر من يغادر، أن الدبلوماسيين المصريين وسط الميدان وسط التحديات، وكتيبة الخارجية المصرية مستمرون لآخر حتى يتم يعني الاطمئنان على آخر مصري أو يتم إجلاؤه من الخرطوم. هذه نقطة مهمة، لأن كل الدول يعني هربت أو يعني ساعت دبلوماسيها على عكس مصر. طبعا عايزين نترحم على الشهيد اللي سقط بالأمس. طبعا نترحم عليه، وهذا بيعكس طبعا يعني سلوكيات الميليشيات المتمردة التي تطلق النار في أي مكان، في عشوائي، على المارة، على السيارات. هذا بيعكس خطورة الوضع حقيقة في السودان أو خطورة الحروب الأهلية. فنقطة مهمة أن مصر السفارة المصرية مازال مفتوحة، الدبلوماسيين المصريين يربطون وسط الميدان للاطمئنان على كل المصريين، هناك اتصالات، هناك تواصل مع المصريين ليل نهار في كل الساعات. الأمر الثاني، مصر كانت من أول الدول السباقة بقدرتها العالية قبل أن يتم حتى هدنة، يعني كل الدول يعني التي أجلت رعاياها الدول الغربية والكبرى ظلوا يعني منتظرين فترة كبيرة بعد أيام حتى من اندلاع القتال، وانتظروا الهدنة، وحتى تم عملية الإجلاء مصر قامت به قبل الهدنة. مصر لديها تأثير قوي، مصر بتعكس فلسفة الاهتمام بالمواطن المصري، لأن هو الهدف الأساسي كما أشرنا، وهذا بيعكس سرعة التحرك. القادة السياسية يعني في كل لحظة تتابع هذا الموقف تطمئن على المصريين. صحيح. هناك أيضا نقطة مهمة، الهارموني والتناغم بين أجهزة الدولة المصرية، أجهزة دبلوماسية، سواء الأجهزة الأمنية، كل الأجهزة حقيقة، الوزارات، كل هذا بيعكس أن نتحرك في مفهوم الدولة، دولة مؤسسات. هناك هذا العمل الناجح وهذا العمل السريع هو كما أنت أشرت بيفوت الفرصة على كل المتربصين بمصر، وبتعكس دائما كما رأينا في أزمات سابقة. يعني أنت أشرت إلى حتى منذ أزمة وهان في 2019-2020 وإجلاء المصريين من بسبب جائحة كورونا، ثم في 21 أيضا المصريين في أفغانستان والأوضاع الأمنية بعد سيطرة طالبان، ثم في عام 22 شهدنا أكثر من حالة، شهدنا في اليمن أيضا وأزمة الصيادين، شهدنا في أوكرانيا وبعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أيضا في فبراير الماضي في ليبيا، كلها بتعكس حرص مصر في أينما في أي مكان. المصري دائما الدولة معه في كل مكان، معه بكل قدراتها، تسخر كل أعلى المستويات من القادة السياسية. صحيح. كل الأجهزة، وكل هذا بيعكس حقيقة أن المواطن المصري هو في قلب وفي عين الدولة المصرية. برغم من اللي بيحصل، الدولة المصرية واقفة على مسافة واحدة برغم سوية الوضع، ويعني ان هو شديد التعقيد في السودان، ولكن واقفة على مسافة واحدة من ما يحدث بين الأطراف، لأن دي سياسة مصر الخارجية دائما، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بالرغم من التأثير المباشر اللي هيعود علينا، ولو في وضع صعب مصر من ستتحمل دفع أو تسديد فاتورته، خصوصا إن ده له علاقة كبيرة بالأمن القومي المصري. بالطبع، من هذه نقطة مهمة، لأن هناك ثوابت للسياسة المصرية. نتكلم عن دولة مصرية، دولة لديها ثوابت، لديها قواعد بتحكمها في سياستها الخارجية، تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، تقوم على احترام سيادة الدول، تقوم على الانحياز دائما للشعوب والمصالح الدول، لا تنحاز لطرف ضد طرف آخر أو في أي صراعات أو أزمات. مصر أيضا تنحاز إلى الحلول السياسية، الحلول السلمية، لأنه يعني قاعدة وهذا درس التاريخ، أن لا يمكن لأي حلول عسكرية أن تحقق أي أرباح. في الصراعات العسكرية الكل خاسر خاسر، في الدبلوماسية والحوار الكل رابح رابح، وإن بدرجات متفاوتة. وبالتالي مصر حريصة على أمن السودان، على استقرار السودان. السودان هو جزء من الأمن القومي المصري، هو جزء من مجالها الاستراتيجي ومجالها الحيوي. هناك علاقات يعني تاريخية تربط بين مصر والسودان على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، روابط القربة ووشاجي، يعني الصلات والنسب والمصاهرة، ويعني الاختلاط بين الشعبين، يعني بحكم الجغرافيا، بحكم المصلحة، بحكم السياسة، بحكم الاقتصاد،
مصر مع استقرار السودان، ولا أبدا تتمنى أن ينزلق السودان إلى سيناريوهات يعني قد تكون لها عواقب سلبية على السودان وعلى المنطقة. ولذلك دائما من منذ اللحظة الأولى وجدنا أن مصر تدعو أطراف النزاع إلى تغليب لغة العقل ولغة الحكمة والحوار، إلى وقف إطلاق النار، العودة إلى المسار السلمي، حل إدارة الخلافات بطريقة سلمية، الحفاظ على مقدرات السودان. لأن ما يحدث في السودان الآن، هذه الحرب تقود ما تبقى من قدرات السودان، يتم استهداف مطارات مدنية، يتم استهداف منشآت، يعني مستشفيات كثيرة خارجت نطاق الخدمة، هناك أزمات كثيرة. يعني نحن نعرف أن السودان هو يمر بتحديات منذ 4 سنوات، لديه أوضاع اقتصادية صعبة، وكانت مصر دائما داعما اقتصاديا وداعما للسودان واستقراره، ثم تأتي هذه الأزمة حقيقة يتفاقم من معاناة السودانيين. ولذلك تحركت مصر على مسارات عديدة، تحركت مع الأطراف لوقف إطلاق النار، تحركت مع الأشقاء في المنطقة العربية، السعودية، الإمارات، الدول الصلبة في المنطقة للعمل على احتواء الأزمة، تحركت على المستوى الإفريقي، على المستوى الدولي، المسار الدبلوماسية الفاعلة، لأن دبلوماسية مصر هي دبلوماسية رشيدة وحيوية وقوية وفاعلة. وأعتقد أن الأمور بدأت هناك مؤشرات، يعني مع الهدنة الرابعة يعني فجر اليوم أو مساء أمس، يمكن هي أكثر التزاما من في الهدنات اللي فاتت كلها تم اختراقها، يمكن دي لغاية دلوقتي الأكثر التزاما وأكثر ضبط للنفس ما بين الأطراف. هو يعني طبعا بيعود إلى هناك جهود تحقيقات إقليمية وجهود تقودها مصر لتحقيق الاستقرار لمنع انزلاق الأمور، لكن في نهاية المطاف نحن نتعامل مع تحدي كبير في السودان، سواء من الناحية السياسية من الناحية الاستراتيجية سيكون هناك تداعيات كبيرة. دكتور أحمد، أنا عاوز أعرف سريعا، يعني أحداث تتم بسرعة ووتيرة متسارعة جدا في السودان، خطورة ده على الأمن القومي المصري؟ بالطبع، يعني أنت أتكلم عن ليبيا، السودان، المنطقة الشرقية، يعني على حدود سيناء، كلها جزء مباشر من الأمن القومي المصري، وأي اضطراب في هذه المناطق تؤثر سلبا على الأمن القومي المصري من عدة منظورات. يعني المنظور الأول مفهوم الدولة، يعني طبعا يعني دائما مفهوم الدولة الوطنية التي يعني ركز لها الرئيس السيسي، وأن مصر تتعامل تحترم الدولة الوطنية، جيش وطني واحد، مؤسسات أمنية واحدة. أما عندما تنتشر يعني كيانات موازية، ميليشيات يعني غير مؤسسة الدولة، هذا يشكل تهديد، لأنه بيفتت ويقسم هذه الدول ويجعلها دول يعني دول هشة، دول مضطربة، وبالتالي هذه البيئة بتنمو فيها طبعا مخاطر الإرهاب والجماعات الإرهابية والتنظيمات. هناك الحدود وحنوك طويلة يعني مع ليبيا مثلا، مع السودان أيضا، يعني غياب الدولة السودانية والمؤسسات أيضا قد يكون له تأثيرات سلبية في تسلل عناصر إرهابية. يعني هناك منظورات عديدة، واعتقد الدولة المصرية بقدراتها بإمكانياتها تتعامل مع كل هذه التحديات وهذه السيناريوهات لتأمين الأمن القومي المصري، لتأمين الحدود المصرية. أيضا هناك أزمات تتعلق بالأوضاع الإنسانية، يعني السودان أيضا مرشح إذا استمرت الصراعات سيكون هناك أزمة إنسانية متفاقمة، يعني في ظل أوضاع إنسانية صعبة. صحيح. وبالتالي هو يمثل أهمية كبيرة، يمثل تحدي كبير حقيقة. أنا في اعتقادي أن هذه الأزمة يعني خطورتها تنبع من عدة أمور. الأمر الأول هو وجود الكيانات الموازية للدولة والتي تؤجج هذا الصراع وتقوم بممارسات سلبية تؤثر على المواطن السوداني، تؤثر على المقيمين في السودان، تؤثر على مستقبل حتى وحدة واستقرار السودان. ثم هناك التحدي الآخر المرتبط بالتدخلات الخارجية، وهذا أيضا آفة الصراعات والأزمات والحروب الأهلية، كما رأينا في السابق في أزمات عربية طالت واستمرت لأكثر من عقد من الزمن، وكان يعني العنوان لها حالة اللاحسم السياسي واللاحسم العسكري بسبب التدخلات الخارجية، لأن هذه التدخلات غالبا لها أجندات معينة لا تسعى لمصالح الجميع، خاسر في الحالتين بالطبع، لا تسعى لمصالح هذه الشعوب سواء الشعب السوداني أو الليبي أو كذا، وإنما هذه تنفذ أجندات تستغل ميليشيات وقوة في الداخل لتحقيق اجنداتها. هناك صراع يعني القوى الكبرى، هناك صراعات مختلفه على المستوى على كل المستويات، هذا بيكون له ارتدادات سلبيه على السودان. يعني ونتمنى يعني طبعا السودان الشقيق يتجاوز هذه المحنه وهذه الازمه بفضل يعني الجهود المخلصه والادوار المخلصه العربيه. وانا اعتقد ان الدور العربي هو الاكثر نجاعه والاكثر فعاليه والاكثر حياديه. صحيح. هو الأكثر أهمية فيما يتعلق بمعالجة الأزمة السودانية، لأن الأدوار الأخرى حقيقة هي أدوار يعني لن تكون بشكل كبير في مصلحة السودان، وستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتوظيفها لخدمة أجندات وأهداف تتعارض بالطبع مع مصالح الشعب السوداني. طبعا نتمنى السلامة للشعب السوداني وللمصريين اللي ما زالوا موجودين هناك وللمصريين اللي وصلوا بسلامة الله لأرض مصر. كل الشكر لحضرتك الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا لك يا دكتور، نورتنا. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع فاصل سريع، لكن فقراتنا لسه متواصلة في صباح الخير يا مصر حتى العاشرة صباحا، انتظرونا.
صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ملف الحماية الاجتماعية بيعتبر ملف من أولويات الدولة المصرية، تحديدا في ظل الأزمات العالمية اللي بتضرب العالم ككل بسبب تأثر الاقتصاد العالمي. يمكن مصر بتعمل باستمرار على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشي للفئات الأكثر احتياجا، علشان كده تابعنا التوجيهات اللي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليار و400 مليون جنيه ل 529 مليار و700 مليون جنيه. بنتكلم على زيادة بتقدر تقريبا ب 48.8%، وده بيأكد حرص السيد الرئيس على دعم الأسر الأولى بالرعاية في ظل الموجة التضخمية اللي يمكن بيشهدها العالم زي ما قلت لحضراتكم، وفي نفس الوقت بيوفر نوع من أنواع مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا. أكيد طبعا ما فيش شك أن في اهتمام كبير بتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، وده بيكون من خلال رفع المخصصات المالية لبرامج الدعم في الموازنة أو من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. خلينا نعرف من الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع التفاصيل دي وإزاي ده هيعود علينا كشعب. صباح الخير عليك يا دكتور، منورنا وشرفنا. أهلا وسهلا محمد، صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح السعادة. دكتور بنتكلم على زيادة في ملف الحماية الاجتماعية بتقدر بتقريبا 50%. نعم. لو عاوز التحديد 48.8%. يمكن الزيادة دي موزعة على عدد من الشرائح، بنتكلم مساهمة في صناديق المعاشات، بنتكلم على دعم السلع التموينية، بنتكلم على دعم أيضا المحروقات، بنتكلم على معاش الضمان الاجتماعي والمبادرات الخاصة بالصحة تحديدا. نعم. شايف أهمية الدعم ده إزاي والزيادة دي في هذا التوقيت الحالي؟ هو كل تأكيد طبعا الـ 49% أو الـ 50% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية بتاخد ثلاث أبعاد رئيسية أو ثلاث أهداف رئيسية، هو بعد الحماية، بعد الرعاية، بعد التنمية. هو الهدف من أي تغطية اجتماعية هو الوصول من الحماية والرعاية إلى أوجه التنمية المستدامة، بمعنى أنه بيخصص جزء من أوجه الدعم زي ما حضرتك تفضلت إلى دعم السلع التموينية على سبيل المثال. ده بيستهدف بشكل أساسي الفئات الأولى بالرعاية اللي هي بتحتاج نوع من الدعم الغذائي عشان الحفاظ على مستوى صحة عامة ومستوى غذائي معين. صحيح. ده بيحقق نوع من أو أحد روافد الحماية الاجتماعية، وهو الحماية من الفقر، والحماية من سوء التغذية، والحماية من الوقوع تحت خط الفقر. فده أول هدف. الاتجاه الثاني هو الرعاية، إن أنا أرعى فئات معينة، وبياخد بقى الرعاية هنا بتاخد أوجه مختلفة زي الدعم النقدي، دعم فئات وأسر بأرقام معينة بشكل شهري بهدف الوصول، يعني وصول ذويهم أو الأطفال الصغيرين إنهم يوصلوا البلوغ، أو تبدأ تصل الأسر المستهدفة دي إلى إن هي لمرحلة تنمية أو إنه يكون عندها دخل مستمر ودخل اليوم. البعد الأهم والثالث هو الوصول إلى التنمية أو تحقيق التنمية. يبقى عندنا كده الرعاية والحماية والتنمية. التنمية هنا يقصد بها الجزء المخصص من مخصصات الدعم اللي بيستهدف أنه ينقل بقى المجتمع أو ينقل الفئات الأولى بالرعاية من أن هم يتلقوا دعم بشكل مستمر إلى مرحلة الإنتاج، وده الهدف الأساسي من برنامج الحماية الاجتماعية بشكله الكامل. وهنا يدي فرصة أكتر بقى للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وإنه الفئات الأولى بالرعاية بدل ما هي تظل نفس العدد اللي موجود بنفس الأفراد إنهم ينتقلوا مرة تانية ويخش شريحة غيرهم، بحيث إنه يحصل نوع من التغطية الاجتماعية المتوازنة ما بين الأقاليم المختلفة، سواء كنا بنتكلم على الحضر أو الريف أو بنتكلم على فئات أولى بالرعاية، إناث أو ذكور أو أطفال أو فئات في التعليم الأساسي إلى آخره من مخصصات الدعم والرعاية بشكل كامل. يعني في فئة دايما ما كانت بتقن لسنوات طويلة وكان دايما بتشتكي من الإهمال، فئة المعاشات، دايما كانوا بيحسوا ان التضخم بيبقى اعلى بكتير جدا من الزيادات اللي ممكن تكون بتبقى لها علاقه بالمعاشات. يمكن الوضع اختلف مع زياده المعاشات الاخيره، وكمان مع المبادرات الصحيه الكتير، لان مشكله اصحاب المعاشات دايما بتكون ان جزء كبير قوي من المعاش بيلتهمه الرعايه الصحيه اللي هي بتبقى ما كانتش مؤمنه. مع المشروعات الجديده اعتقد الوضع ممكن يكون هو بالتاكيد هو ده بيتقاطع مع الهدف الثاني اللي هو الرعايه.
اللي هي الفئات الاولى بالرعايه، اللي هي بذلت جهد كبير في المجتمع، اشتغلت، بقى لها دور او ليها حق واجب في برامج الحمايه الاجتماعيه، بيتمثل في زياده مخصصات المعاشات. والهدف هنا يعني بياخد اوجه مختلفه. اول حاجه ان هو بيدرأ جزء كبير من المخاطر الممكنه، وطبعا المخاطر هنا بنتكلم عليها اللي هي متعلقه بالتضخم. على سبيل المثال انا دخلي رقم معين، زياده الاسعار الرقم مش هيقدر يكفي احتياجاتي الاساسيه، فهنا بيستوجب الجهات المعنيه وبالتحديد السلطات النقديه وزاره الماليه ان هي بناء على توجيهات القياده السياسيه ان هي توفر المزيد من التغطيه للمعاشات دي بهدف الوصول لحد معين من الاستهلاك يوفي بالحد الممكن من الاستهلاك لدى افراد المعاشات. عشان كده كان بيكون يعني احنا بنشهد كل شهر 3 وكل شهر 4 من كل سنه اعاده صياغه لملف الحمايه الاجتماعيه وبالتحديد الفئات الاولى بالرعايه المعاشات بهدف الوصول الى حد ممكن من الاستهلاك يحقق نوع من التوازن. وهنا بياخد شقين، الشق الاول هو الدعم النقدي اللي بيتاخد او الزيادة النقدية اللي بتكون موجودة في رقم المعاش، معاشي رقم كذا بقبض كذا من المعاش بيزيد بمعدل قد كده، اللي هي الزيادة اللي معروفة يعني تخطط في مجملها السنة دي في حدود 25%. الشق الثاني هو الحماية من الأمراض والبدائل الممكنة. هو بالتأكيد أي معاش بيتم صرفه بيبقى فيهم جزء مخصص للغذاء وجزء مخصص للدواء. هنا بقى يتقاطع مع أهداف أخرى خاصة بالسياسة الاقتصادية للدولة، هو توفير بيئة صحية وتوفير يعني رعاية صحية شاملة. هنا هياخد الجزء بتاعه اللي هو الزيادة اللي حصلت في الأجر بالإضافة في المعاش، بالإضافة إلى يعني هيجنبه ان هو يصرف من هذا المعاش على برامج الصحه او ان هو ينفق عليها من جيبه الخاص يعني. وبالتالي هنلاقي انه في برامج خاصه زي البرنامج القومي او الشامل للتامين الصحي بالاضافه الى مخصصات خاصه بنفقات العلاج على مستوى على نفقه الدوله، ويمكن ده اللي زاد بمعدلات تتجاوز ال 12% ووصلت في بعض التقديرات الى 17%، وده رقم كويس جدا ورقم كبير بالنسبه لحجم الانفاق على الصحه، بالاضافه ان هو هيقدر يستفيد بالمعاشات الخاصه او الرعايه الصحيه الخاصه اللي يكون ممكن يكون مشترك فيها خلال فتره خدمته. يعني في بعض الجهات وبعض اللي زي الصناديق كده، زي الصناديق اللي هي لها علاقه بالرعايه الصحيه، وده بيكون باشتراك مقتطع سابقا، فيقدر ان هو يستفيد بيه من غير ما ياثر على الدعم الموجه ليه او الزياده المخصصه ليه في المعاشات. والهدف الاساسي هو الوصول الى حد ممكن وحد مقبول جدا من الرعايه الصحيه اللي تتوافق مع المجتمع ككل يعني. طيب دكتور، يمكن حضرتك تحدثت عن فكره الزياده والارتفاع في مستوى يعني المعيشه تحديدا، وده السبب الرئيسي فيه زي ما احنا عارفين الموجه التضخميه اللي طالت اثرها بلدان كتيره جدا، ويمكن اثرت بشكل رئيسي على كل مواطنين دول العالم وفي القلب منها مصر. يعني هي مش خارج أو بعيدة عن دائرة التأثير والتأثر بطبيعة الحال، لكن اقتصاديات الأسر أصبح المستوى المعيشي بالبلدي كده زي ما بيتقال ومتداول، احنا نزلنا طبقة والمستوى تقول لك لا نزلنا طبقتين. فهل سرعة اتخاذ هذا القرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو حفاظا على المستوى، ولا زي ما حضرتك قلت لا هو تحقيق تنمية مستدامة أيضا؟ هو بكل تأكيد الهدف من السياسات الاقتصادية كلها هو الوصول إلى معدلات تنمية ومعدلات نمو مستدامة ومتصاعدة. ده الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية. عشان كده السياسات الاستدامة والتصاعد إن أنا يبقى عندي معدلات نمو موجبة دائما بتتخطى معدلات نمو السكان، عندها 2.5% بيزيدوا يبقى لازم يكون على الأقل الضعف يكون موجود في معدلات النمو عشان نقدر نحس بفرق في التنمية. يعني جيت على مربط الفرس زي ما بيقولوا كده، أو يعني أصبت كبد الحقيقة فكرة تتخطى معدلات نمو السكان، بالتأكيد إن هي الآفة التي تأكل أي تنمية زيادة السكان. بالتأكيد لابد أن يكون على الأقل ضعف معدل نمو السكان، يكون في معدل نمو للناتج أو اللي هيأثر بعد كده للتنمية. عشان كده بيبقى فيه شقين، الشق الأولاني هو
درء الخطر اللي ممكن يكون موجود اللي هو معدل التضخم، استيعاب الموجة اللي ممكن تكون هتحصل عن طريق اعتمادات مالية جديدة، نظرة مستقبلية. مستقبلية، عشان كده احنا في شهر 4 بداية العام المالي بيبدأ في 1/7، فإذا خطوة استباقية للموجة التضخمية اللي في شهر 7 اللي هتبدأ تشتغل في شهر 7، هي مخصصات يتم اعتمادها وإدراجها في الموازنة العامة للدولة بهدف أن الحكومة تشتغل عليها بداية من العام القادم يعني، أو العام المالي القادم، عشان كده بيكون في خطوة استباقية للموجات التضخمية أو الأثر اللي ممكن يكون حصل بالفعل للموجات التضخمية. احنا وده اللي حاصل في الفترة، وده اللي حاصل بالفعل. احنا العالم كله الآن إنجاز التعبير هو في حالة من الاضطراب المالي والنقدي الغير مسبوق. احنا بنتكلم على التوقيت اللي احنا فيه حاليا على مستوى العالم ماليا ونقديا، يمكن يتشابه إلى حد كبير إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يعني حالة من عدم الاستقرار، حالة من عدم اليقين على مستوى العالم، بتدفع بشكل أو بآخر سلاسل الإمداد الطاقة والغذاء إلى تذبذب حد جدا بيأثر على. بس احنا واخدين إجراءات، هو هنا بقى ديفنس أو بيجي جزء إن الحكومات دايما بتقوم بعملية صياغة سياسات، السياسات دي بتتميز بالمرونة، يعني لو احنا تابعنا أو متابعين من حوالي شهر كان في تعديل للحد الأدنى للأجور وتعديل للإعفاءات من الضرائب وحزمة اجتماعية ما كملش شهر، دي اتطبقت الشهر الحالي، اتطبقت فعليا. صحيح. من الربع الاخير اللي هو العام المالي الجاري، قبل ما ينتهي العام المالي تم صياغه برنامج حماية اجتماعية تخطى ال 48% او بنتكلم على 50%. بالمناسبه هو متوقع كمان مع شهر 9 اللي جاي انه يحصل صياغه ليه مره ثانيه. ليه؟ لانه البرامج الحمائيه او المخصصات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه دايما بتاخد في اعتبارها متغيرات عده، تاكيد على الفلكسبيليتي انه يتعامل مع والتجدد دايما عشان يقدر يحافظ على رينج معين او على معدل معين لمعدلات النمو ومعدل معين من الانفاق والدخل للفئات المجتمع كلها بهدف الوصول الى نمو مستدام، ان هو النمو يفضل موجب ويفضل اعلى من معدلات النمو السكاني بشكل مستمر. يعني اعتقد لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي عزمت عليه مصر في 2016 لكانت الدوله تقف يعني مغلوله الايدي ومكتوفه الايدي امام ما يحدث بسبب عدم القدره الماليه على يعني فكره رفع هذه النسبه بالشكل الكبير ده. بنتكلم 50% اعتقد ما حصلش قبل كده، وبكل تاكيد انه الاصلاح الاقتصادي بالتحديد هو عمليه مستمره، يعني لا تقف عند برنامج معين. هو اللي بيختلف البرنامج الاخير 2016 والبرامج اللي سابقه في عقود قبل كده هو الاستمراريه والمرونه، انه يفضل متجدد على طول يلاحق السياسات المحليه والخارجيه ويبدا ان هو يعيد صياغه السياسات الاقتصاديه بهدف الاستمرار على معدلات معينه او معدلات مستهدفه. فبنلاقي انه حتى ان حصل خلال سنه او سنتين اضطراب حد في الاسعار، يعني زياده مضطرده في الاسعار، هنلاقي انه في السنه الثالثه مباشره لابد ان الاسعار تبدا ان هي تستقر ويلحقها ارتفاع في المستوى العام للاجور بهدف استيعاب الموجه التضخميه اللي موجوده، وبيكون دايما مسبقه يعني قبلها بربع سنه ثلاث شهور بنلاقي انه البرامج الاقتصاديه على طول خدت اجراءاتها وبدات ان هي تصيغ. احنا ما بنقولش ان الدنيا كلها احسن حاجه، ولكن صحيح. احنا بنقول درء الخطر الممكن والحفاظ على مستوى استهلاك معقول وادمي ومستوى انفاق على التعليم وعلى الصحه وعلى البنيه التحتيه، يعني بيحفظ معدلات نمو واستدامه في عمليات التنميه حتى لا تستمر الازمه ولا تتفاقم. بالظبط، وده اللي بيفرق البرنامج على التوازن عشان ما نرجعش تاني، لانه البرامج الاقتصاديه في العالم كله ثبت نجاحها ان هي برامج اصلاحيه مستمره. البرامج دي السياسات اللي بيتم صياغتها من الحكومات لابد ان هي تتميز وتتسم بالمرونه والتجدد بشكل مستمر. يعني احنا بنتكلم على اقتصاد مرن، بنتكلم على خطوه لابد ان تتخذها الدوله في ظل حجم التضخم العالمي الغير مسبوق. نعم. وفي ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الفائده اللي بيقره البنك الفدرالي. نعم. يعني من حين لاخر، فاذا مصر تسير على الطريق الصحيح من اجل
الحفاظ على مستوى معيشي وتنمية للفئات الأكثر يعني احتياجا. تحديدا بنشكر حضرتك الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. تحياتي لحضرتكم. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا كنا موجودين معكم النهاردة على مدار 3 ساعات، أحمد عبد الصمد، لمي حمدين، ومنى الشرقاوي. نقابلكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.